الخلل؟ أين الخلل؟ يعالج الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. أين الخلل؟ انتظروه كل سبت على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. مستمعينا مستمعاتنا من الأوفياء لمشروع المصالحة ولإذاعة وطني أينما كنتم، عامكم سعيد وعمركم مديد. بارك الله فيك الأخ نوردين، وأحييك بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن أوفياء إن شاء الله لإذاعة وطني وللنداءات تاعك إن شاء الله المخلصة. اولا كما علمت الاخ نور الدين، نبداو بمنهجيه في اي حصه ما، وحصه اليوم هي الوفاء. يعني هو اسم كبير علينا وعلى اي انسان اي بشر، وهذا الوفاء هو خلق وخصله اجتماعيه تتمثل في التفاني من أجل قضية ما أو شيء ما بصدق وإخلاص. والوفاء هو أصل هذا الصدق في القول والفعل، والعكس عكس كلمة الوفاء هو الغدر أو الخيانة والعياذ بالله. والوفاء بمعنى آخر هو صفة إنسانية جميلة عندما يبلغها الإنسان بمشاعره بأحاسيسه، فإنه يجد أن نفسه قد وصلت لمنتهى فضائلها، ومن فقد هذه الصفة تاع الوفاء فقد انسلخ من إنسانيته، وقد جعله الله تعالى قواما لصلاح أمور الناس. لا تصلح أمور الناس إلا بهذه الصفة للأخ نور الدين، وهي صفة الوفاء. وقال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، العمران. وقال أيضا وهو القائل والخالق سبحانه وتعالى وهو يتصف بهذه الصفة، وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، سورة الإسراء. وقال تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، يعني الجزاء من جنس العمل، توفي بالعهد ربي يوفيك بالعهد تاعك والشي اللي وعدك به. ويقول ابن المنظور، وهذا من أهل اللغة في معنى الوفاء، يقول: الوفاء لغة خلق الشريف العالي. الوفاء هو الخلق الشريف العالي الرفيع، وفي الشيء يفي وفاء ووفيا، أي تم، يعني بالوفاء هذا وبالوفي تاع العهد تاعو، يعني تم قمة العمل، قمة الإخلاص، قمة أي شيء تتم بها بإتمام هذا الوفاء هذا. ويقال: وأوفى بالعهد والوعد، ووفى فلان حقه أوفاه إياه، يعني الإنسان خلاص، يعني إذا كان كمل بالعهد تاعه وكمل بالوفاء تاعه هذا، راهو كمل بجميع الأخلاق تاعه والسمات تاعه والخلق تاعه الحسنة
يعني ما بقالكش حاجه اخرى، راك في القمه. والاصطلاح اللغوي يعني الخلق العظيم الدال على التمام والاكمال. وكاين واحد اخر اسمه الجرجاني من اهل اللغه يقول الوفاء ملازمة الطريق المواساة، يعني إنسان يلتزم بطريق المواساة والمحافظة على العهود، هذا هو الوفاء. الإنسان كي يتصف بصفة الوفاء يلتزم به في طريقه وفي مواساته والمحافظة على العهود. وقال الإمام الغزالي عليه رحمة الله أن الوفاء هو الثبات على الحب وإدامته إلى الموت. الوفاء من الحب، والإنسان يكمل بالوفاء تاعه والثبات عليه حتى إلى الموت وبعد الموت، حتى وبعد الموت. بعد الموت الأخ نور الدين تبقى هذا الوفاء بالعهد للأولاد ولأصدقائه، أو هو أداء الحق كما دار الرسول صلى الله عليه وسلم، ابقى وفى بالعهد تاع خديجة رضي الله عنها لأصدقائها، وبقى يكمل الأصدقاء تاعها والصديقات تاعها اللي كانوا يجيوها، بقى على العهد وبقى يأزرهم ويواسيهم ويزورهم ويسقسي عليهم يعني بعد مماتها. وقال الغزالي فالغزالي يرى أن الوفاء هو الثبات على الحب لشخص أو من ادعى حبه ووفاؤه لشخص، فإن الوفاء معنى هذا، يعني هذا الشيء، هذا يعني الإنسان اللي يحب حاجة يوفي يبقى وفي لها. باختصار يعني شديد، ونخلي الكلمة الأخرين إن شاء الله يزيدوا يكملوا. الإجمال في الوفاء يعني الخلق العظيم كي تكمل، يعني اي الوفاء توفي به انت وتزيد له من الاخلاق ومن العهد، وتزيد له من الشخصيه تاعك ومن الصدق تاعك، يعني يزيد جمال، وهذا يصبح خلق عظيم جدا جدا. نعم. يعني الدال على التمام والاكمال والكمال لله سبحانه عز وجل. وبقات لنا ملؤه الصحة والهناء، وكل عام وأنتم بخير. نستقبل عام 2016 بموضوع من المواضيع التي يجب تشخيصها وبحث الخلل فيها وإيجاد العلاج الملائم لهذا الموضوع. موضوع تاعنا اليوم هو حول الوفاء في الجزائر والتغيير. معي على الخط الأخوين التونسي من سطيف والأخ نوري من إسبانيا. نحن على المباشر اليوم سبت 2 جانفي 2016. بإمكانكم هو أن تتابعونا على المباشر من خلال إذاعة وطني www.radiowatani.com. بإمكانكم أيضا تتابعونا من خلال البرامج المختلفة، هناك العديد من البرامج المرتبطة بإذاعة وطني، مثل مثلا أبل تي في، كاين فيه بعض التطبيقات الموجودة على الهواتف النقالة من بينها الآيفون، أيضا كاين برامج مثل ويندوز ميديا، ميديا بلاير، إتيونيوس، فلاش بلاير، كثير من المواقع أيضا مرتبطة بإذاعة وطني. بإمكانكم إذن المشاركة في البرامج المفتوحة والمباشرة على إذاعة وطني من خلال السكايب راديو وطني. إذن نعود نكرر، الموقع نتاعنا الرسمي هو www.radiowatani.com. نبدأ النقاش، نبدأ بك اليوم الأخ تونسي. الأخ تونسي، الموضوع تاعنا إذن هو حول الوفاء. بداية، وش هو الوفاء وش هي الأنواع نتاعو؟ أنواع الوفاء نخلي الأخ اللي معايا وبعد برك نجيو ليها إن شاء الله. أنواع الوفاء نوردين. نعم، شكرا للأخ تونسي. ألو. نعم، ماني نسمع فيك. شكرا للأخ تونسي. إذن الإخوة والأخوات، نحن في بداية البرنامج نتاع اليوم.
العنوان تاع الندوة هو الوفاء في الجزائر والتغيير. لازلنا على المباشر، بإمكانكم تابعونا الإخوة اللي راكم موجودين في الفيسبوك، سيما في الصفحة نتاعي أو في الصفحة نتاع المصالحة والصفحة نتاع إذاعة وطني. بإمكانكم هو أنه تخبرونا إذا كان راكم تتبعوا على المباشر من خلال الفيسبوك، لأنه الناس اللي راهم يتبعوا فينا على الإذاعة وعلى البرامج المختلفة هذوك إن شاء الله نتمنوا على جل باش فقط يبقوا معنا. المهم حبيت فقط على جل باش نعرف إذا كان الإخوة اللي راكم تتبعوا فينا على الفيسبوك ديروا لنا إشارة، ما يهمنيش العدد، واحد زوج ما يهمنيش، المهم هو أنه تكونوا تتبعوا فينا فقط على الفيسبوك. إذا كان شفنا التجربة هذه ناجحة على الفيسبوك ممكن هو أنه نبقاو نبثوا على الفيسبوك، إذا كان شفناها ربما مت يعني مش ناجحة نكتفيه فقط بالبث على الإذاعة نتاع وطني وعلى البرامج هذه اللي مرتبطة بالإذاعة نتاع وطني. حبينا نزيدوا حاجة كما يقولوا اون بلوس. الأخ نوري من إسبانيا، أخ نوري مرحبا بك. أخ نوري الموضوع تاعنا اليوم هو حول الوفاء في الجزائر والتغيير، لازلنا في بداية هذا البرنامج، بإمكانك هو أنه تزيد تضيف لنا بعض المعلومات المتعلقة بالتعريف نتاع الوفاء ونمشيو إن شاء الله للأنواع نتاع الوفاء. تفضل أخ نوري. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إضافة إلى ما قدمه الأخ تونسي، يعني المصطلح نتاع اليوم هو في الحقيقة كبير جدا علينا، لأن الوفاء هو في طبيعته هو مصطلح بارز في كل العصور، في كل عصر من العصور، ويحمل معاني جميلة وخصال حميدة لها وزن ثقيل في النفس البشرية. ويعني إذا غاب هذا المصطلح أو هذه الخصلة من النفس البشرية بدون شك تحل محله الصفات أو الخصال المضادة للوفاء التي تتمثل في الغدر والخداع والكذب والرياء والغش والافتراء والجحود والإخلاف ومفردات أخرى مضادة كثيرة في اللغة العربية. الآن لنبدأ لغويا، ماذا يقصد بالوفاء؟ فالوفاء لغويا هو مصدر الفعل وفى، أو كذلك وفى، يفي، وفاء، واف، وموفي. وهذا المصطلح في الحقيقة هو في اللغة العربية له مفردات كثيرة قد لا يمكننا أن نحصرها في يعني كتابة بسيطة أو من خلال يعني مناقشة صغيرة. فالوفاء من المفردات التي نجدها المقابلة في اللغة العربية نجد الإخلاص، الأمانة، الاستقامة، الصراحة، الالتزام، الصدق، الإتقان، ومفردات أخرى في اللغة العربية عديدة وكثيرة. الآن إذا أردنا أن نعرف لغويا ما معنى الوفاء، فنجد الكثير من علماء اللغة قد يتفقون على كلمة أو يعني مفردة معينة من هذه المفردات والتي هي الإخلاص بصفة عامة. لا. أو كذلك قد تكون حسب مفكرين آخرين هي المحافظة على العهد أو الأمانة أو الالتزام بهما كذلك. هذا يعني بشكل مختصر في المفهوم اللغوي لهذا المصطلح الذي هو الوفاء. وهذا المصطلح نجد استعماله في كثير من المعاني ومن المقالات، فقد يقول مثلا أو يقال مثلا ذلك الإنسان معروف
بوفائه، أي معروف بإخلاصه. وقد يقول لك كذلك إنسان أو صديق: لقد تلقيت الخبر من مصدر وفي. وقد يقال مثلا: فلان قد وفى بوعده، أي أتممه وأنجزه. وكذلك نجد هذا المصطلح كثير كثير جدا، يعني في حوالي أكثر من 40 آية في القرآن الكريم، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي آيات أخرى: وأوفوا الكيل إن كلتم. إذن هذا المصطلح هو بطبيعة الحال نظرا لأهميته ومكانته حتى القرآن الكريم يشير له كثيرا. وإذا أردنا الآن تعريفه اصطلاحا، فالوفاء في المفهوم الاصطلاحي، وكما ذكر الأخ مسبقا الأخ تونسي حسب الجرحاني، أنه يتمثل في بما يسميه هو المساواة، ولكن عندنا الآن نقدر نتمثل بها في العدالة الاجتماعية، أي أنت كما يقول الجرحاني أن تكون ملتزما بسبيل المساواة، أي بمعنى آخر حسب المفهوم الحالي أن يكون ملتزما بسبيل العدالة الاجتماعية، أن تكون ماشي في طريق العدالة الاجتماعية وتعدل بين الناس في الأمور الاجتماعية، وفي نفس الوقت أن تحافظ على العهود التي تتم من خلال سواء المعاملات أو التفاعلات مع الآخر، سواء كان في الفرد أو في الأسرة أو في العمل أو ما شابه ذلك، ومن خلال كذلك العقود والعهود التي تتم في التعاملات الاجتماعية، أي بمعنى آخر أنك تعطي لكل ذي حق حقه. هذا هو يعني بصفة عامة كما نقول إحنا المفهوم نتاع الاصطلاحي نتاع هذا المفهوم اللي هو الوفاء. نعم، شكرا للأخ أخ نوري. المهم إذن الإخوة اللي تبعوا فينا فقط على الفيسبوك، المهم درنا تجربة هذه برك، المهم تأكدت باللي البث المباشر راه موجود، لذلك هو أنه نكتفي إن شاء الله بالإذاعة نتاع وطني حتى باش نركزوا كل الإخوة المتابعين على الموقع نتاع الإذاعة، حتى باش ما يكونش يعني كيما نقولوا الطاقة هذه كتما نقسموها يعني في كل كيما نقولوا المواقع، نحاولوا نجمعوا أكبر عدد ممكن على الموقع نتاع الإذاعة www.radiowatani.com. بإمكانكم أيضا من خلال الموقع نتاع المصالحة.tv أيضا تستمعوا للإذاعة نتاع وطني. إذن الموضوع نتاعنا نتاع اليوم هو حول الوفاء في الجزائر والتغيير. الآن الأخ تونسي بعد ما عرفنا الوفاء وش هو ولو باختصار، يا هل ترى فيه أنواع نتاع الوفاء؟ نعم الأخ نوري، بارك الله فيك الأخ نوري على التوضيح والإيضاح هذا إن شاء الله. للوفاء أنواع، أنواع، وهي أولها الوفاء بالعهد، ثانيها الوفاء بالدين، وثالثها الوفاء بالوعود. الوفاء بالعهد، هنا الوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقضه، يعني كي دير عهد لازم تكمل به ما تنقضوش، وبذله يعني من تلقاء النفس، يعني لازم كيما نقولوا تبذل النفس والنفيس باش تكمل هذاك العهد هذاك اللي درته، ولو كلف النفس ثمنا باهظا. هذه الصفة يعني الكبيرة تاع العهد، إنسان كي يلتزم بها يعني حتى ويكلف ثمنا باهظا،
يكمل بالعهد تاعو هذاك، يكمل بالوفاء، الوفاء بالعهد. ومن سمات الإيمان الوفاء بالعهد، يعني ما تتصفش بصفة الإيمان إلا إذا كان وفيت بالعهد تاعك، حيث يقول سبحانه عز وجل: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والوفاء بالوعود والعهود صفة خلقية عظيمة، يعني راك تشوف يعني هذا الإنسان اللي يتصف بهذا الوفاء بالعهد راه من صفاته الخلقية العظيمة، يعني أنه يكون وفي للعهد. فقد كان صفة الأنبياء والرسل، قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. شوف سبحان الله، يعني النبي إسماعيل كان يوفي بالوعد تاعو والعهد تاعو، حتى سماه سبحانه وتعالى الصادق، صادق الوعد، ربي سبحانه سماه صادق الوعد. وهذه الصفة كي تتصف فيك والله في أي إنسان مؤمن يصبح من صفاته صفة الأنبياء. والوفاء بعهد الله هو إخلاص العبادة له وتوحيده، وبذلك تكون وفيا لله. أي إنسان أول وفاء بالعهد هو يكون مباشرة مع ربي سبحانه وتعالى قبل العباد. إذا كان إنسان وفي مع ربي ما تخافش عليه بين العباد، خلاص، لأنه رايح يتصف بصفة يعطيها له ربي سبحانه وتعالى، وهو أول وفاء يقتضي أن تعمل عليه. أول حاجة للإنسان مؤمن ليخدم عليها هو العهد، هو الوفاء بالعهد. قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، يعني خلاص مدام حارب الأصنام وحارب الشرك وحارب الكفر، هنا اتصف بصفة الأمة والعهد اللي يديره بينه وبين ربي. وإبراهيم الذي وفى، كمل خدمته ما نقصش منها حتى حاجة. والوفاء صفة أساسية في بناء المجتمع. هو الفرد، هو الإنسان الصالح، الإنسان الصادق الوعد، الإنسان الوفي لوعده، من تبدأ لبنة المجتمع الصالح، المجتمع المخلص. والوفاء صفة الله تعالى، فحينما نتصف به فنحن نرتقي لله عز وجل، يعني تولي انت في الأرض توريث لله سبحانه وتعالى بهذه الصفة هذه. قال تعالى: ومن أوفى بعهده من الله، سورة التوبة. يعني احنا رانا نتكلم ونشرح في كلمة الوفاء هذه الأنواع. الأخ تونسي، أنواع نتاع الوفاء، يعني ها نتكلم هاي الوفاء، يعني نتكلم لك انت راك مازال لي في النقطة. الوفاء بالدين، أيوا، الإنسان كيعود عنده دين يعني ويتكلم باللي النهار الفلاني عنده دين يقضيه. أيوا، عنده الدين، الدين ولا الدين؟ الدين كلش، أيوة. الدين هو الدين، يعني كيما نقولوا مش الدين الإسلام والله، الدين عنده حاجة مدان بها، نعم، عنده حاجة سلفها، عنده كلمة، عنده لقاء، عنده عهد بحاجة، نعم، فهمت؟ هذا كل يسمى له دين. ولكن كاين وفاء اللي في تسمى مش خصلة، مرات يكون الوفاء مش خصلة. يقدر واحد يكون مثلا واحد عنده نذر مثلا بجريمة ويرتكبها، هذا راه وفى ثاني، ايضا وفى سمو الدين نتاعو، وفى ثاني بالكلمه نتاعو. شوف نور الدين، حنا قلنا الوفاء بالعهد والنذر يكون الا في الصفات الحميده، نعم. انا عرفنا الوفاء هذا يتصف به انسان ذو اخلاق وصادق، صادق الوعد. اما اذا كان او مثلا مرات واحد يتظاهر، اي معليش، نعم. هذا الانسان اللي عهد باش يدير حاجة مذمومة، فهمت؟ نعم. هذا ودير العكس تاع العهد والوفاء. ما يكونش، يعني احنا انا وضحنا وبينا صفة الوفاء والاخلاق تاع الوفاء، والانسان يتصف بهذا الوفاء هذا، نعم، راه الصفة تاعو محمودة.
راهو يحوس بها الخير، يحوس بها صلاح المجتمع. إذا يقدر يكون الوفاء بالغدر. الوفاء بالغدر هذاك الإنسان اللي يحولها إلى صفة مذمومة. نعم، يعني يستعمل حاجة، قال مثلا واحد نصاب ولا محتال مثلا يدير حاجة من أجل باش يطنه الناس، يستعمل حاجة وقال هذا راهو إنسان وفي من أجل التلاعب على الناس. إذن الوفاء هو المفترض كما نقوله في الأصل، هو في الصفات الحميدة، بمعنى أنه إنسان صاحب كلمة، إنسان صادق، إنسان لما يوعد يمد وعد مع الناس، والله يمد موعد، والله مثلا يتسلف مثلا مال، والله يمشي في طريق هكذا، ويكون إنسان صادق وتكون عنده كلمة. هذا هو الإنسان الوفي بالعهد، هذا هو اللي احنا نحوسوا عليه. احنا قلنا كل ما الإنسان يرتقي بالوفاء العهد تاعو، بالوفاء تاعو هذا، ويرتقي يعني يطلع وتعود عنده قيمة حتى يرتقي إلى صفة الله سبحانه وتعالى. نعم. والوفاء هنا يولي محمود في المجتمع. أما الإنسان العكسي اللي يوفي بالعهد تاعو وينزل إلى صفة مذمومة. أيوا، حتى باش كنديرو دوك مثلا في الأنواع، نقولوا من أنه كاين وفاء محمود وكاين وفاء مذموم. مذموم أيوة. يعني هو ينزل، هذاك شوف، هذاك يصعد يصعد ويرتقي. اصعد وارتقي، كل ما زاد عندك الوفاء تاعك بالعهد زيد ترتقي. اما الانسان كل ما يخبث وكل ما يغدر وكل ما يخون يتصف بصفه مذمومه، كما نقولوا حتى يلحق الحضيض. نعم، يعني ولي وين يكون شريك للشيطان. احنا نعرفوا باللي الانسان المؤمن يخدم الخير، والانسان اللي ما يخدم الشر هو يتبع للشيطان. نعم، ولهذا يتصف بصفه مذمومه، يعني صفه دنيئه، حتى الاخلاق تاعو يعفس عليها، الكرامه تاعو ما يعرفش، ما عندوش كرامه، ما عندوش ذمه، ما عندوش عهد. وهذا هو الانسان اللي حتى يدخل في النفاق، يعني إذا كان وفاء أخلف. نعم، أو تشوف الوفاء باللقاء برك ويخلفوا من صفات المنافقين. نعم، فما بالك الإنسان اللي يحلف والله يتعهد باش يدير هذاك الأمر الدنيء، والله ذيك الخيانة، والله ذاك القتل، نروح حتى القتل، والله هذاك اللي يحفر لك الزرداب، هذه صفة مذمومة، صفة دنيئة ورديئة، وحتى تحبط به الانحطاط. لا، حتى باش الاخوه اللي راهم يتبعوا فينا، حتى نور الدين ينسى رخم الانسانيه نتاعو. نعم، حتى باش الاخ تونسي. نعم، حتى باش الاخوه اللي راهم يتبعوا فينا، سيما من الناس اللي راهم درك مثلا راهم يشتغلوا في النظام، فرق بين الانسان الوفي للاشياء اللي تدعو للفضيله، وبين الانسان الوفي للاجرام. يعني بين إنسان واحد يقتل واحد من خوه ويعتبرها باللي راها تدخل في الإطار تاع الوفاء للوطن وكذا، وبين الإنسان فعلا الوفي للوطن والوفي للمبادئ نتاع الوطن، مبادئ الوفاء للرسالة نتاع الشهداء. دوك إن شاء الله نجيو ليها من خلال هذا التعريف نتاع الأنواع نتاع الوفاء. إذن كاين الوفاء المذموم وكاين الوفاء المحمود. نعم، كاين الوفاء بالنذر. واحد مثلا يدير نذر، قال مثلا انا لو كان ننجح نبني مسجد، ويوفي هو بالعهد نتاعو، هذا راهو يعتبر انه دار نذر وراهو وفى بالعهد نتاعو، هذا راهو وفاء محمود، يدخل في الاطار نتاع الوفاء المحمود. واحد مثلا قال انا لو كان نوصل للرئاسة الحزب الفلاني نحلو، قال شخص الفلاني نعدمه، هذا راهو يدخل في الوفاء بالنذر، ولكن داخل في الوفاء المذموم. إذن فيه أنواع، كاين أنواع اللي تدخل في الوفاء المحمود، وكاين أنواع اللي تدخل في الوفاء المذموم. تفضل الأخ تونسي كمل المداخلة نتاعك باش نمر للأخ نور. نعم، بارك الله فيك الأخ نور الدين. يعني أنا جبتها كما نقولوا بمنهجية هكذا، يعني باش نلحقوا لهذه الصفات بالذات. نعم، قلنا من صفات المؤمن التي تؤكد وتبين إيمانه هو الوفاء بالعهد. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم الوفاء بالوعد، وتكلمناها، هو دليل على النفاق.
هو ما يجعل المؤمن يراجع نفسه. يعني إذا كان الحق الصفة هذه باش يتفق معك على أمر معين وبعد يخالفه، هنا راه فيه خلل، راه ناقوس الخطر. يعني يدخل، يقدر يدخل في صفة النفاق إذا كان ما راجعش روحه ويزرب بيراجع روحه. يعني الحديث تاع النفاق والمنافق، يعني هو بين ثلاث أصناف تاع المنافق إذا أؤتمن خان. نعم. يعني هو صفات المنافق إذا كان أعطيته أمانة يخونها. نعم. وهذه صفة مذمومة، وهذه صفة غير حميدة. ولهذا الإنسان ذاك إذا كنت أنا تحت إمرة مسؤول ما أو مرؤوس ما ويعطيني الأوامر، الأوامر هذه نشوفها قبل. أنا شئت نرتقي للأخلاق الحميدة. إذا نقدر ندخله أيضا نوع من الأنواع نتاع الوفاء للأشخاص. بارك الله فيك، هي الولاء والبراء. إذا كان هذا الإنسان رايح يزيد لي في الارتقاء تاعي بالأخلاق تاعي هذه الفوق وتولي عندي صفة مليحة، هنا ماذا بيا؟ ما عليهش. أما إذا كان الأوامر تاعو والله التوجيهات نتاعو رايحة تدي بيا إلى العكس، الشيء اللي نخدم عليه هو الوفاء بالغدر والخيانة والانحطاط، ويعني ممكن حتى سفك الدماء، هنا نحبس نتوقف. نعم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا راني جيت نخدم معك باش نرضي ربي ونرضي العباد. إذا كان عدت نرضيك أنت باش تروح تديني لجهنم وندي نتسبب في مأساة تاع ناس، هنا حبس يا محمد، هذه ما نقبلوهاش. ولكن عنده أشخاص يعني مخدومين، مخدومين نور الدين، مصنوعين على الفساد، مصنوعين على الغدر. أخ تونسي ركز لي، ركز لي على الوسمو في هذا النقاط، على الوسمو الأنواع، الأنواع نتاع الوفاء. والوفاء، الوفاء بالعهد. أنا جبنا رجعة تاع الدين، أنك الإنسان يدي من عندك الدين ويقول لك العام الفلاني ولا كذا راني نقلبولك، راني نرجعولك، ويكون كاتب بينكم. هذه في الأسواق وفي التجارة في التعامل، هذه ثاني راهي تدخل في العهود بالدين. الإنسان هذا يحرص أنه في هذاك الوقت الفلاني لازم يرجع الدين تاعو، ما يخليهش حتى يلحق الوقت تاعو وما يقدرش يرجعه وبعد يعود يحاول. وبعد تقدر أي إنسان يقدر يصفه بصفة الخيانة للعهد وصفة الخيانة للدين. أما العهد هو الاتفاق بين الطرفين أو أكثر على شيء معين يتم فعله في المستقبل، وقد لا يفي الوعد بالكلام، وإنما قد يكتب. يعني ما تقدرش حتى الكلام، كانوا بكري نور الدين عايشين بالكلمة. ما تدخليش في التفاصيل يا الأخ تونسي، على بالك ناخذوا وقت، ناخذوا وقت، والإخوة اللي راهم يتبعوا فينا يوليوا يملوا. صحيح. ما تكثرش في التفاصيل، تسمى تجيب مثلا نوع من الأنواع. قال مثلا الوفاء بالعهد ومد مثال والله زوج. الوفاء قال مثلا بالنذر مثال والله زوج. الوفاء قال مثلا للدين مثال والله زوج، وهكذا. نعم. شوف الشاعر، أنا خلاص القول برك في هذا العهد هذا، يقول لك الشاعر مبين معنى الوفاء: إذا قلت في شيء نعم فأتممه، فإن نعم دين على كما نقول على الحر وواجب. إنسان حر عاقل واجب عليه يوفي بالكلمة نعم. كي يقول لك كلمة نعم خلاص، وإلا فقل لا يستريح وترح بها. يعني يمكن نقول ما تتكلم كلمة نعم ما توفي بها، ماكش قادر الكلمة هذيك سي با لابيل تروح لها. نعم. هذه وخلي الاخ. نعم شكرا الاخ نوريك، شما تزيد تضيف بعض الانواع نتاع الوفاء حتى باش فيما بعد ندخلوا في التشخيص نتاع الموضوع نتاعنا اليوم. نعم شكرا على الاضافات التي قدمتموها. فيما يخص الانواع ربما نزيد نضيف بعض الانواع اخرى اللي ما ذكرتوهاش، إضافة إلى النوع اللي ذكر الأخ تونسي سابقا اللي هو الوفاء بالعهد، الوفاء بالعقد، الوفاء بالوعد. هناك كذلك الوفاء في التعامل، ويتمثل
من خلال التعايش والخلطة بين الناس، سواء كان يعني زميل أو جار أو صديق أو يعني صاحب في السفر أو مسير في مسؤولية أو ما شابه ذلك. هذا يدخل في الوفاء في التعامل، أو مع الزوج والزوجة، أو يعني كذلك يدخل في كذلك في الوفاء بالحقوق والواجبات، اللي هو مهم جدا. يعني أي إنسان يكون عنده حقوق لازم يأخذها من عند، يعني سواء من عند النظام أو الدولة أو المؤسسة أو المجتمع أو العائلة أو حتى الجماعة أو الشارع. وهناك واجبات كذلك لازم كذلك يوفي بها ويقدمها كذلك في المقابل. هناك الوفاء نتاع الوالدين، وكما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هناك كذلك وفاء الوالدين للأولاد، وهذا معروف طبعا أنه لازم أن يحافظ عليه ويعلمه ويربيه تربية حسنة ويصاحبه ويواريه وما شابه ذلك. هناك كذلك الوفاء للحق بصفة عامة، وهذا هو المهم، يعني اللي يهمنا في كل الجوانب، أن الإنسان لازم دائما يكون وفي للحق. وحتى أنه في إذا لم يستطيع أن يعمل للحق أو يقف بجانبه، على الأقل أنه لا يشفق للباطل. هذا ما هذا أقل ما قد يقدمه للوفاء للحق. كذلك هناك الوفاء في الكيل والميزان كما جاء في القرآن الكريم، وهذا له معاني كثيرة. عندما نقول الوفاء في الكيل والميزان، تدخل فيه العدالة الاجتماعية، تدخل فيه التقسيم العادل للثروات، تدخل فيه الأجور، تدخل فيه يعني أمور لو ندير عليها موضوع خاص بها. الوفاء للأمانة، وهذا كذلك يعني نوع من الوفاء. كثير من الناس يقع في خطأ فيه. ربما يكون إنسان عنده صديق، يكون عنده أسرار أو أمانة خليها له عنده، ربما أمانة، أي أمانة من الأمانات، وفي يوم من الأيام ربما يتعاركوا مع بعضهم بعض. فهذاك الإنسان اللي تكون عنده الأمانة نتاع فلان، يصبح يستعمل ذلك تلك الأمانة أو ذلك السر اللي عنده كسلاح يضرب به هذا الصديق، وهذا خطأ. لأن الأمانة شيء والخصومة أو التعارض شيء آخر، وهذا يدخل في الوفاء بالأمانة. ومعلوم أن الأمانة، الوفاء بالأمانة تكون حتى للعدو، فما بالك لواحد صديق ولا أخوك في الدين وما شابه ذلك. إذن أنا أرى أن الإضافات اللي نقدر نقدمها في هذه الأنواع، هذا ما الذي أنا أقوله في الأنواع. نعم، شكرا الأخ نوري. نحاول هو أن نزيد نضيف ربما بعض الأشياء المتعلقة بالموضوع نتاعنا، سيما في هذه النقطة المتعلقة بالأنواع نتاع الوفاء. الميكروفون الأخ نوري. فيما يتعلق بالأنواع نتاع الوفاء، هناك الكثير من الأنواع، ولكن هي كل هذه الأنواع هذه اللي رايحين نذكروها، هي كلها مرتبطة بحاجة واحدة اللي هي الصدق. كان سبق لي هو أنه قلت لما كان يتحدث الأخ تونسي، هو أنه كاين هناك نوعين، كاين الوفاء المحمود وكاين الوفاء المذموم. الإنسان ربما راه كان ينوي يدير جريمة وما يديرهاش، المفترض هو هذا هو صح، لأنه إذا كان هو وفى باش يدير جريمة، معناتها باللي الوفاء نتاعو هذاك وفاء مذموم. لكن لما هو مثلا قال مثلا يدير نذر ويوفي به، قال مثلا أنا لو كان أنا ننجح ندير نبني مسجد، النذر نتاعو هذاك النذر محمود، وهو لما يوفي بهذاك النذر هذاك راهو دار وفاء محمود. إذن كاين هناك نوعين، باش فيما بعد لما ذوك مثلا نذكر بعض الأشياء، من بعد كل إنسان يقدر هو يصنف
قال مثلا هذه تدخل في الوفاء المحمود ولا تدخل في الوفاء المذموم. من بين الأنواع اللي تدخل في الوفاء، الوفاء للوطن. الإنسان ما يقدرش للوطن نتاعو، يكون وفي للوطن نتاعو، ما يكونش خائن. الوفاء للشعب، ما يكونش خائن للشعب نتاعو. الوفاء للدين، والدين المعروف هو أن الإنسان المسلم هو أنه وفي لله ولرسوله والمؤمنين. ما يقدرش، ما يقدرش خاوته، ما يقدرش أبناء الوطن نتاعو، أبناء الملة نتاعو، ما يقدرهمش. مرات تلقى أيضا الوفاء في الفريق، تلقى يقول لك مثلا فلان وفي للفريق نتاعو، قال راهو مثلا يلعب مع وفاق سطيف، ولا راهو يلعب مع اتحاد العاصمة، ولا يلعب مع شبيبة القبائل، تلقاه أيضا هو راهو داخل في الإطار هذاك نتاع الوفاء. الميكروفون الأخ مولود الله يبارك فيك. إذن الوفاء هذاك نتاع الفريق، هو أنه ما يقدرش الفريق نتاعو، فريق هذاك كان هو اللي ربما السبب في الشهرة نتاعو إلى غير ذلك، هو ما يخونش هذاك الفريق اللي هو أعطاله فرصة على جلباش هو طلع. الوفاء للمؤسسة نتاعو، تلقى مثلا واحد يخدم مثلا في مؤسسة واحد ما كان يعرفه، وبعد المدخل في المؤسسة هذيك صار شخصية، يبقى هو وفي، وفي إنسان وفي للمبادئ نتاعو، عنده مبادئ يمشي عليها، وفي للمبادئ نتاعو، ما يخونش المبادئ نتاعو. تلقى مرات أيضا إنسان وفي للحزب نتاعو، وكما قلت لازم الإنسان يفرق ويعرف يصنف هذا الأشياء. يقدر يكون حزب مثلا راهو يطالب، ولا مثلا راهو هو يعمل من أجل بث الأخوة وبث التسامح بين الناس، راهو يعمل من أجل النهضة نتاع الوطن، كما أيضا يقدر يكون إنسان راهو يبث في الضغينة، ويبث في العنصرية، ويبث في الجهوية، ويبث. وبالتالي فرق بين الوفاء المحمود والوفاء المذموم. فيما بعد تقدروا أنتم تكلاسيو كما يقولوا، تقدروا تصنفوا، وهذه وين تدخل في الوفاء المحمود ولا في مرات أيضا يقدر يكون الوفاء بالقسم. إنسان وفى قال مثلا رانا نشوفه مثلا في القسم تاع الشرطة، في القسم تاع الجيش، وربما في قطاعات واحدة أخرى، وكاين قسم هو أنه الإنسان يقسم. مرة تلقى إنسان ينخرط مثلا في جمعية أو في منظمة أو في مؤسسة كذا، كاين هو أنه كاين هناك قسم يديره. فيما بعد كاين الإنسان اللي يكون وفي، وكاين فيما بعد الإنسان اللي يغدر بهذاك القسم، يغدر بمعنى أنه يخون الثقة هذيك. الوفاء وش هو الضد نتاعه؟ هو الغدر، هو الخيانة. مرة هو أنك مثلا تروح مثلا الواحد البيت نتاعه مثلا، يوكلك ويشربك ويكسيك، وقال مثلا ويسلك لك النقل، وربما يعاونك هو أنك تروح للمستشفى، وهو كذا. وفيما بعد أنت تخون هذيك العشرة هذيك، تخونها، وفيما بعد تصير تتخرج مثلا في معلومات عليه، أو على جل باش أنت تضره. فمثلا هذه تدخل في إطار نتاع الخيانة. هذا إنسان شرير، هذا مش إنسان وفي. وتحدث حتى عند، تحدث حتى في العائلات، واحد تكرمه وتوكله وتشربه، من بعد يروح يطعن فيك في الظهر، يروح يضرب فيك. إذن هذه من بين الأنواع. الوفاء أيضا للرسالة نتاع الشهداء، هذه أيضا كاين الناس اللي راهم ضحاهما من أجل الوطن، وراهم هما وهبوا الحياة نتاعهم من أجل لجل باش يستقل الوطن إلى غير ذلك. كاين وفاء لهم، وفاء دائما. وحتى هاكم تشوفوا مرات هو أنه يقول لك وفاء لأرواح الشهداء، وفاء أيضا للتضحيات. كاين رجال هو أنه ضحاوا من أجل الوطن عبر أجيال، عبر أجيال، بمعنى أنه قال مثلا انظر كمثلا فيما يتعلق مثلا بفرنسا، من 1830 والناس راها تقدم في تضحيات جيلا بعد جيل. هذا راها تدخل إنسان اللي راه مثلا قال وفي، وفي لهذيك التضحيات. مرات أيضا وفاء للعشرة، العشرة قال مثلا واحد الجار نتاعك
حتى اذا كان ما راهوش مسلم انت راك وفي وفي على جال باش انت ما تضروش ما تظلموش ما تحقروش. لو كان مثلا يجي يتعرض للسارقة ولا كذا انت ما تبغيش عليه، بمعنى انك انت راك وفي لهذيك العشرة. ايضا الوفاء، الوفاء للعشرة الزوجية، واحد ما يغدرش الزوجة نتاعو، قال مثلا ما يخونهاش ما كذا، والعكس ايضا مثلا قال الزوجة للزوج تاعها كاين ايضا وفاء، الى غير ذلك، الى غير ذلك من الانواع اللي تدخل في الاطار هذا نتاع الوفاء. معي الاخ مولود من بريطانيا. الاخ مولود نحن على المباشر على اذاعة وطني، والموضوع نتاعنا اليوم هو حول الوفاء، اذا كان ممكن هو انه ربما تضيف لنا بعض الاشياء المتعلقة بالتعريف نتاع الوفاء والانواع نتاع، حتى باش نمروا للنقطة اللي بعدها. اوكي، السلام عليكم الاخوة، تحياتي لك الاخ نور الدين والمستمعين جميعا. موضوع مهم جدا، وهي يعني في عجالة أظن يعني الإخوة يكونوا يعني عرفوه يعني بصفة يعني جيدة ومختصرة. أقول إضافة إلى ذلك، هي خصلة وصفة حميدة جدا، وكذلك هو قبل كل شيء هو خلق كريم، ولا يستطيع الإنسان أن يكون وفيا إلا إذا كان فيه شرط واحد، وهو أن يكون قلب سليم. يعني لا يستطيع إنسان أن يكون وفي ويعني شيء من يعني ولثة من يعني النميمة، أو مثلا يقول مثلا باش الناس يعني تشكره، يكون القلب تاعو صافي جدا. هذا الخلق يستوجب على كل إنسان أن يتحلى يعني به، وهذا شيء مذكور في عدة صور في آيات الله العزيز الكريم. ويجب أن نتشبث به ونرتوي من حوضه، ويتجلى فعليا حينما يترجمه الإنسان يعني في الواقع يعني في حياته، حينما يترجمه إلى إخلاص لما فيهش غدر ولا خيانة ولا شيء من هذا القبيل، ويكون هذا الشيء في جو يكون فيه البذل والعطاء والجهد النفس والنفيس بلا حدود، وتذكر للود هو يا محافظتنا على العهد الميثاق، وكل الأشياء التي تربط ما بين شخصين أو أكثر، تقدر تكون في شخصين أو أكثر. والوفاء الحقيقي يعني لا نراه، يعني قليل ما نراه إلا من إنسان يكون عنده نية وقلب طاهر غير مشبوه، يعني تدفعه النية الطيبة يعني الخالصة. وهذا قبل كل شيء لكي نختصر، هي صفة من صفات الخالق تبارك وتعالى، هي صفة من صفات الله، ويجب علينا كبشر أن نتقرب إلى الله بهذا الصفة لكي نفي بعبادته وحده لا شريك له. هذا ما عندي أنا أضيف. نعم، شكرا للأخ مولود. الأخ أمين من الجزائر. الأخ أمين، نحن في نقاش على المباشر، والموضوع تاعنا اليوم هو حول الوفاء. تفضلوا الإخوة مشكورين، داروا تعريف للوفاء وللأنواع نتاعو، إذا كان ممكن هو أنه تزيد تضيف لنا بعض المعلومات المتعلقة بالتعريف والأنواع نتاعو باش نمروا للنقاط اللي بعد. السلام عليكم الأخ نور الدين. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام على المستمعين الأوفياء لحصة إذاعة وطني. يعني الوفاء كما قلتم وكما تقولون، ما هي إلا صفة جميلة وخلق كريم ينبغي على كل إنسان أن يتحلى به، هو الإخلاص الذي لا غدر فيه ولا خيانة، وكذلك هو ذلك البذل والعطاء بلا حدود. والوفاء الحقيقي الأخ نور الدين لا يأتي إلا من قلب طاهر تدفعه النية الطيبة الخالصة. وفي رأيي أن للوفاء نوعان، هناك الوفاء بالوعد وهناك الوفاء أيضا بالعهد. فلذا ألو نعم، أنا اسمع فيك، تفضل. قلت لك في الوفاء هناك نوعان، هناك الوفاء بالعهد وهناك الوفاء بالوعد. والوفاء وإذا استطاع الإنسان أن يوفي بهذين الشيئين، أظن أنه ارتقى إلى مرتبة طيبة وجميلة، وهي المرتبة التي قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
ومن المؤمنين رجالا صدقوا الله على ما عاهدوا. من المؤمنين رجال صدقوا الله. صدقوا الله على ما بمعنى الآية. فهمتني الأخ نوردين؟ نعم. يعني هذا سمعني آية قرآنية برك. نعم. ليش تفضل؟ رجال من المؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله يحفظك، شكرا، اسمحوا لي. نعم تفضل. من المؤمنين ذكر الحمد لله على الانترنت. نعم. راه موجود. نعم. من المؤمنين رجال صدقوا الله على ما عاهدوا الله عليه. رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم. يعني الأخ. نعم تفضل الأخ أمين. راك معايا؟ راهو مرة على مرة يجي التقطع في الصوت نتاعك. شوية ضعيفة عندنا اليوم، لذلك كان تقطع يعني. لذلك قلت بأنه بصفة هذه ربما تدخل في الوفاء المذموم هذه اللي ذكرنا فيها، هو أنه الناس دايرين كونترا مع الناس، ولكن يقولوا لهم باللي نعطيكم 5 ميجا ولا 10 ميجا وما يوفيوش بالعهد نتاعهم. يعطيك الصحة. نعم. آسف جدا الأخ أمين، راهو عندك تقطع وبالتالي الصوت نتاعك ما راهوش يلحق. نعم، حاولوا أنه تخرج وتعاود تدخل، ربما بالك العودي يسرح الخط، أو ربما الناس اللي راهم يتبعوا فينا من تاع الانترنت بالك يوفيوا بالعهد نتاعهم ويعطيوا الناس اللي راهم شارين من عندهم الانترنت يعطيوا لهم حقهم. شكرا الأخ أمين. إذن نعود نرجع لك الأخ تونسي. أخ تونسي، الآن بعد ما درنا تعريف نتاع الوفاء والأنواع نتاعو وتحدثنا باختصاره. تحدثنا باختصار. نعم. صوتك فيه انقطاع. ذك ربما هذا راهو راجع لا باس. لا لا لا، من عندك انت، ربما راك تكلم فينا بالهاتف الاخ مولود. لا لا، راهو واسمو النتورك تاعي مليح يعني، لا باس. نعم. المهم، اذا الاخ تونسي، بعد ما درنا التعريف هذا نتاع الوفاء والانواع نتاعو، لا شك هو انه الوفاء هذا فيه فوائد تعود على الفرد وعلى الأسرة والمجتمع. إذا ممكن هو أنه تحكي لنا على هذه الفوائد هذو. نعم الأخ نوردين. نعم. هو من بين الفوائد يعني والحوايج المليحة اللي تولي على الأسرة وتولي على المجتمع، إذا صالح فيها الفرد، وإذا ولات صفة من صفات هذا الفرد هو الوفاء، وعنده كلمة، عنده صفة الوفاء، إنسان أمين، إنسان صادق الوعد، إنسان يحافظ على الأمانة، إنسان يحافظ على الدين، إنسان يعني يرتقي كل خطرة يرتقي. هذا الفرد هذا بطبيعة الحال رايح تكون عنده أسرة، والأسرة تاعه هو لازم يعني يوفي بالعهد تاعه ويحفظ الجميل تاع الأسرة هذه تاعه، ولا ينساه ولو بعد سنين، يبقى محافظ على هذا الوعد هذاك والعهد ما بينه وبين الزوجة تاعو، ما بينه وبين الأسرة الأبناء تاعو، يعني حتى بالكلام معاهم يكون صادق معاهم، ما يتصفش بصفة الوعد ومن بعد يخالف حتى مع ابنه، يشري له ذاك حاجة وما يشريهالوش، هنا يولي فيه صفة الكذب، ونخشى باش يولي إنسان يعيطوا له كذاب. قول لا وما تخافش، حتى تتهنى تسترح وتريح الناس ما يقولوك شاك كذاب، قلت وخالفت. نعم. هذه يعني هذه الأسرة هذه كي تتكون هذا الصفة المحمودة هذه وهذا الصفة الراقية، وش راح تجيب لك؟ راح تجيب لك مجتمع في المدرسة، مجتمع في جميع المؤسسات اللي يخدم فيها هذه الأسرة هذه وهذا الفرد، تصلح المؤسسة نتاعو، تصلح الشركة نتاعو، تصلح القضاء، تصلح الشرطة، تصلح الدرك، تصلح الجيش، تصلح أي مؤسسة يدخلوها هذا الناس
المخلصين والأوفياء بالعهود تاعهم راح تصلح هذه المؤسسة لا محال، لأنهم يجتمعوا على كلمة وصفة محمودة حتى باش يوصفهم بها الله سبحانه وتعالى ويصبحوا من الأنبياء، يعني يتصف صفة الأنبياء وهي الصدق والوفاء بالعهد وعدم الخيانة وعدم الغدر، يعني راح تولي بخير كبير على المجتمع، حتى المجتمع يولي يثيقوا فيه الناس الأمم من الخارج. إنسان كيدير عقود مع شركات مع دول والعقود هذه تكون صافية ما فيهاش غدر ما فيهاش خيانة ما فيهاش سرقة، يعني هذه الصفقات اللي نديروهم يكونوا محمودين، يكونوا يرجعوا لنا بالخير لصالح المجتمع تاعنا، وثاني تعاد عند كلمة عند المجتمع عند الأمم بلي الإنسان هذا في الدولة الفلانية تاعو راهو إنسان مخلص، راهو إنسان مصلح، راهو إنسان وفي بالعهد، ما تخافش روح دير كونتر معاه وما تخافش. ما يدوموندي لكش رشوة، ما يدوموندي لكش ريبة، ما يدوموندي لكش بورسنتاج، ما يكسرش ظهر الأمة تاعو على حسابه الجيب الخاص. هذا الصفة هذه كي تتوفر لأي إنسان مسؤول، وانا نتكلموا على المسؤولية ونتكلموا على الأسرة والمجتمع، هذا الطفل هذا اللي يتعلم في الأسرة هذه ويتربى في الأسرة هذه رايح يكون عنصر صالح للمجتمع تاعو، ورايح يتعلم ويقرأ بالوفاء بالعهد والإخلاص، وراح يخرج لنا حاجة غدوة إن شاء الله في المستقبل، وين هو يولي نبراس يولي منارة للدولة نتاعو، حتى يروح سفير يروح للخارج يروح سايح برك يجيب لك الخير ويولي سفير للأمة نتاعو، ما يتكلموش عليه يفركتوه في الدلادوان ويطيحوا به وسرق هذيك واختلس الأموال وجاب معها مش حوايج مشبوهات وجاب معها كذا، واش راح يخرج هذاك الإنسان منا من البلاد تاعو؟ يخرج بأفكار، يخرج بمعاني، يخرج بحاجة مليحة بزاف بزاف، حتى مع الأمم رايح يكون رسول، يعني هذا يصلح، يعني رايح يصلح به الأمة والأسرة والمجتمع والحي نتاعو، والله العظيم يعني رايح يجي منه خير كبير كبير عظيم جدا. نعم، إذن من بين الفوائد هي الخير والصلاح في المجتمع، في المجتمع. نعم، شكرا الأخ تونسي. الأخ نوري، اسمح لي نور الدين برك. نعم، نعطيك نكمل برك بحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح، وش يقول؟ اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. والمبتغى تاع أي إنسان مصلح وإنسان وفي بالعهد تاعه هو الجنة. وش يقول؟ أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. أحفظوا الحديث هذا مليح، فيه المعاني هذه أكل ست خصال، إذا حافظت عليها الوعد تاعك من عند الرسول صلى الله عليه وسلم هو الجنة. نعم، يسي يطبقها تدخل الجنة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك الأخ نوري. شكرا الأخ تونسي. تفضل الأخ نوري في نفس السياق. نعم، في ما يخص فوائد الوفاء، هو في الحقيقة يعتبر المحرك أو البنزين أو بمثابة تلك البطارية نتاع النفس البشرية. والوفاء عندما يكون الإنسان وفي يستطيع أن يقدم بلا حدود، وبالتالي يمكن أن يتجاوز العراقل والحواجز ويبذل جهد أكثر من أجل حياة أفضل. هذا هو المعنى نتاع الوفاء في النفس نتاع البشرية، أنه يعطيك قوة سواء للإنسان أو للمجتمع أو للجماعة أو للأسرة أو للعائلة، بما أن الوفاء هو خصلة موجود في النفسية نتاع الإنسان. وكذلك أن الإنسان عندما يكون وفي في الأعمال نتاعه في الإخلاص للعمل نتاعه، من الفوائد التي يعني يجدها أنه لا يحس بالألم ما دام يكون يمنح للآخر سواء الفرد أو الجماعة، يمنح ذلك العطاء الإيجابي، فهو يحس يعني
راحة واطمئنان. وكذلك الوفاء هذا بما أنه هو شرف وصفة من الصفات العظمى للإنسانية بصفة عامة، ليس فقط للمسلمين، ونقدر نجده حتى في الحيوانات. ومن المعروف أن الحيوان المعروف بالوفاء، يعني الإنسان كي يبغي يضرب المثل، هو الكلب. حتى الآن شوفوا الناس في الإنترنت ويجيبوا فيديوهات على الإنترنت يشوفوا كيفاش الكلب يتعامل مع الكلب الوفي وكذا، لأن هذه الخصية غابت من الإنسانية. نعم. كاين من بين الأنواع، ربما نزيد ونضيفوا الأخ، ربما كاين فيه باحثين ولا كاين طلبة ربما راهم يقرأوا ولا ربما كتاب في المستقبل، لما لا نقدر نضيفوا نتاع وفاء الحيوان للحيوان، والله وفاء الإنسان للحيوان، والله وفاء الحيوان للإنسان. نعم، احنا جبنا نذكر مثلا مثال الكلب، لأنه هو في الحقيقة الإنسان لو يتمنى يتمعن فيه، وكأن الله سبحانه وتعالى جابونا باش يعيش معنا، باش ما ننساوش الوفاء، باش كي تضعف الإنسانية نشوفوا الكلب نتفكروا باللي كان حاجة اسمها وفاء ونتعلموها منه، كما رانا نشوفوا الآن في الإنترنت. مادام هذا الوفاء غاب الإنسانية، صحيح انسلخ من 95% من الإنسانية، ولات الناس تتمنى تشوفه غير في الفيديوهات في الحيوان تاع الكلب، باش تعرف اللي كان واحد الخصلة يسموها الوفاء اللي راها مفقود عند الناس وتتمناها أنها ترجع. لا. وبالتالي من الوفاء، من الفوائد تاع الوفاء كذلك، هو صفة أساسية في بنية المجتمع. هذا المجتمع اللي رانا نتكلم عليه بصفة عامة، سواء كان المجتمع الجزائري أو أي مجتمع من المجتمعات، هذا المجتمع يتكون من أسر، يتكون من أفراد، وبالتالي لو تدخل في المضمون نتاع المجتمع تلقى هذا المجتمع عنده روح، اللي هي نفس نتاع البشر اللي راهم عايشين ويتعاملوا في ذلك المجتمع. فالبنية الأساسية لهذا المجتمع هو الوفاء. كيف ذلك؟ من الفوائد، هذه تدخل في الفوائد، الفوائد. لأن الوفاء هو اللي يعطي ذلك الخيوط اللي تربط العلاقات الاجتماعية. يعني كما نقولوا هو موجود في الوسط ويرمي الشباك نتاعو باش يجمع الكل، باش ما يكونش هناك غدر، ما تكونش هناك كذب، ما يكونش هناك خيانة، وبالتالي يلم هذا التركيبة، هذا البناء الاجتماعي أو هذا الروح المعنوية للبناء الاجتماعي. هذه هي الفائدة الكبرى عندما ننظر للوفاء في من خلال النظرة الاجتماعية، ومش من خلال النظرة الخاصة للإنسان، وهذا هو الذي يهمنا في النظرة الاجتماعية. وعندما نفقد هذا الوفاء أو هذه الفائدة من الوفاء في البنية الاجتماعية، واش غادي يحل في المحل هذا؟ غتبقاو نعيشو كالذئاب. فلذلك يقول إذا رضيت بحياة الذئاب فكن صديقا للغدر، وإن رضيت بحياة الإنسان فكن صديقا للوفاء. لذلك نجد أن عندما يغيب الوفاء ماذا يكثر؟ يولي هذا ما يثق في هذا، يولي هذا يكذب على هذا، يولي هذا يخون على هذا، يولي كل شيء مباح، كل شيء موجود، يشغل كما نقوله إحنا نزلوا نهبطوا، كما جاء في الآية تاع القرآن يقول أهبطوا، إحنا نهبطوا من منزلة اللي هي منزلة الإنسانية إلى منزلة أقبح من المنزلة اللي هي الحيوانية. نعم. نزلوا نأكلوا ونشربوا وصموا بكم، والمعاملة نتاعنا كالذئاب. إذن الوفاء هو بمثابة تلك الرابطة، ذلك المركز اللي يجمع البنية الاجتماعية. هذا هو يعني بصفة عامة. شكرا شكرا الأخ نوري. الأخ مولود. نعم الأخ نور الدين، حبيت برك نضيف بعض الأشياء فيما يخص الأنواع. نعم. ثم أنطلق في النقطة هذه إن شاء الله. معليش الأخ نور الدين. نعم. أنا يعني في وجهة نظري، إذا كنت مخطئ ممكن يصحوا لي الإخوة، كاين أنواع، شفت بلي كاين أنواع ثلاثة من الوفاء. الوفاء المحض، يعني عندك الوفاء المحض ينطلق من إنسان عنده إيمان قوي بعقيدة ما إذنها صحيحة وبدون مقابل،
وكاين الوفاء بمقابل او قل بشيء من التحفيز، وكاين الوفاء اللي يكون موازي بالطريقة فيها شيء من الردع او من العقاب. وهذا النوع الثالث هو اللي نراه يعني سائد اليوم. حبيت تقول لي كاين فيه وفاء ارادي وفيه وفاء لا ارادي. لا يعني ان شئت نعم يعني الوفاء المحض يعني هو القمة في الوفاء، يعني انسان يفي بشيء هو لا ينتظر اي مقابل يعني من ذلك الانسان. نعم هذا وفاء ارادي. نعم هذا وفاء يعني محض ارادي جاء ينبثق من ايمان بشيء يعني يترجاه في المستقبل. وكاين وفاء تحت الصباط، تحت الرونجرس وتحت السيف. وهذا ما نراه في يعني في الشركات اليوم، مثلا اذا مثلا متعاقد مثلا عنده مثلا استثمار وعنده قرض من البنك، والبنك هذاك اعطته مثلا يعني تاريخ يعني يسمى تسديد، فنراه يعني يبذل كل ما يعني كل ما يستطيع. نعم. لكي يفي بعهده في الوقت. نعم ونقدروا نقولوا باللي الوفاء من نقطة نتاع ضعف ويقدر يكون من نقطة نتاع قوة. أحسنت. ولهذا ترى هاد الخصلة الثلاث هاد الناس إذا تراهم في مجتمع غير منضبط تلقاهم يتصرفوا يعني تصرفات يعني تقول سبحان الله، يعني الناس خرجوا يعني خرجوا من محور ويعني وذهبوا لمحور آخر يعني يولوا يتغيروا. أما نعم. الوفاء المحض، الوفاء اللي يأتي من إنسان مخلص مؤمن بعقيدة صحيحة ويعني يدير لوجه الإنسان، هو الذي يفي بعهده منذ يعني حتى الموت. نعم. حتى مع الحيوان، مع الشجر، مع البشر، حتى مع الجماد يعني. نعم. وكذلك الحيوان مثلا كما ذكر الأخ نوري، هناك وفاء الحيوان للإنسان وكان هناك وفاء الحيوان للحيوان. نعم. قيمة الوفاء الحيوان يعني الحيوان هو الحمام لما توفى الزوجة تاعو يعني ما يديرش يعني أنثى أخرى، يعني ما يري عازب هكذا. وهذا من الوفاء تاعو. والوفاء الحيوان للإنسان هو كما ذكر الأخ نوري هو الكلب، يعني شيء عجيب جدا. يعني في بعض الأحيان الوفاء الكلب للإنسان شيء عجيب جدا. ذكرت مثلا يعني مثلا. نعم. بطبيعة الحال احنا رانا نبعثوا في رسائل حتى ولو أنها راها رسائل تهكمية في بعض الأحيان، سمحونا. مثلا قال مثلا واحد كلب راحت له الكلب نتاعو، يبقى هو يبحث عليها، بينما مثلا واحد راحوا ناس من العائلة نتاعو ما على بالوش بهم. او قال مثلا واحد كلب يبحث على كلبة راحت له وراه يبحث عليها، بينما كاين الناس اللي راحوا الالاف ما يبحثوش عليهم. هناك قصة في بريطانيا، هناك انسان ثري يعني كان انبهر بوفاء الكلب له، يعني كان عنده دوبرمان، وهذه القصه في السبعينات. حتى بعد موته كتب يعني في ورقه انه الكلب هذاك هو الذي يريث الانسان هذاك وورثه. ونشوفوا يعني نشوفوا في تلفاز الكلب يعني يقاد في رويس رويس، ويعني شيء. اذا يعني احنا دوك الان الاخ مولود. نعم. ما نستغربوش لما أنه مرات وين أنه نشوفه قال مثلا وحدة تزوجت بكلب، لأنها تشوف من أنه هذاك الكلب راهو صار وفي أكثر من هذاك الإنسان. شوف الأخ رغم أنها تسمى حاجة غير منطقية، ولكن رانا نشوفه فيها الآن، راها صارت صراع في المجتمعات. لا أكيد هو الأخ نور الدين هذه الظاهرة تاع والله ربما راها رسائل. مرات هو أنه نشوفه قال مثلا مرأة تزوجت بحمار، هي رسائل حابين هذا الناس هذو حابين ربما يبعثوها. لا هي في الواقع انا ما لاحظته في اوروبا هذه. نعم. الظاهره تاع الناس مثلا حتى في شتها كثير الظاهره تاع الناس تربي يعني تربي الحيوان، تلقاه مع كلب وقط، تلقاه مع يعني مع
أسد تلقاه مع حتى ثعابين، حتى كان أسهر يربو ثعابين وتماسيح في البيت. فهذه بعض علماء يعني الاجتماع يقولوا باللي أنا ما لقاوش الحنين عند والدين تحوم حتى عند الدرية تحوم. يعني وحنا نعرف هذه الظاهرة، يعني الأسرة يعني في كثير من الأحيان يعني في أوروبا يعني الأسرة متشدة، ناقصين حنان وناقصين وفاء، ناقصين حنان، ولهذا يعوضوا هذاك الحنان. مثلا إنسان لما يجلس مع ابنه يعني مع بنته مع أمه وجده كذا، هما يلقى الحنان في القط، في القلح. لماذا؟ لأنه هو في أوفى، يعني أوفى يعني بالعهد، هو يقعد يعني يجالسه حيث شاء. فهذا هو اللي نعم ملف. نعم شكرا الأخ مولود. فيما يتعلق بالفوائد الأخ مولود، وباش نمر للأخ أمين إذا كان ممكن هو أن يضيف لنا كلمة ولا كلمتين فيما يتعلق بالفوائد. الفائدة هي في النوع الأول من الوفاء الذي ذكرته آنفا، الفائدة العظمى هي الطمأنينة. أيوة، الناس تطمأن، وكي تكون طمأنينة فأبشر بكل خير. نعم، يعني حديث ولا حرج، وهذا نعم. موضوع تراه كبير جدا. نعم، يبدأ من الأسرة حتى إلى الأمة. نعم 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 شكرا للأخ مولود. الأخ أمين. الأخ نور الدين وشرك. الحمد لله، الله يبارك فيك. أظن أنهم وصوا بالعهد الآن. جات الأنترنت. هاي لا بأس. من بين فوائد الأخ نور الدين الفائده اللي رانا نشوفوا، الافه اللي راهي وقعت في المجتمع تاعنا بالافات الاجتماعيه اللي راهي كاينه بزاف. اذا كان الانسان لا خلي شوف الاخ امين، احنا ذكرنا نوجدوا في هذه الاشياء، هذا راه كله تمهيد فيما بعد نجيو للتشخيص. نجيو للتشخيص داخل الجزائر دوك، من بعد نبداو نعريو فيهم. احنا دوك الان نحوسوا فقط نعرفوا الفائده نتاع الوفاء. وش هي الفائدة نتاع الوفاء؟ يعني وش هو؟ ذكرنا الأخ مولود نقطة مهمة هي الطمأنينة، بمعنى وذكرها كاين بعض الأشياء. أنا راني مسجل بعض النقاط، كاين ربما نقاط اللي تذكرها، كاين ربما نقاط اللي ما تذكرهاش، نحاولوا أن نضيفها على جل باش نثريو هذا النقاش. الطمأنينة هذه راها مسألة مهمة جدا. إذا كان رانا نشوفه في الاضطراب هذا اللي راه موجود، الطمأنينة اللي ما كانش، راحة البال ما كانش، الأمانة ما كانش، هي كلها مرتبطة بهذا الصفة نتاع الوفاء. إذا كما يكونش ما كانش الوفاء، احنا دوك حابين نعرفوا الفوائد نتاعه وش هي. أخ نور الدين، أنا بين الفائدة اللي هي الفوائد اللي عندي يعني في رأسي وفي رأيي، يعني تخليص المجتمع من الآفات الاجتماعية، والمجتمع أيضا إذا طبق الوفاء بالمعنى الحقيقي تاعو راح الإنسان يكون وفي في العمل تاعو، لذلك مثلا البلاد راح تتقدم خطوة كبيرة نحو الآمن. نعم، هذا في رأيي الأخ نوري. نعم شكرا الأخ أمين. نحاول أنه أيضا نضيف بعض النقاط، وفيما بعد إن شاء الله نجيو للتشخيص داخل الجزائر. إذن كما تفضلوا الإخوة مشكورين فيما يتعلق بالتعريف نتاع الوفاء والأنواع نتاعو، الفائدة ولا الفوائد اللي نقدروا نجنيوها من الوفاء هو طمأنينة كيف ما كان يذكر الأخ مولود. أيضا المسألة المهمة جدا وهي الثقة، وهذه الثقة تعتبر بمثابة نتاع ضمان. نعطيه مثلا مثال على جل باش نعرفوا القيمة نتاع الوفاء. مثلا شخص يشتري جهاز، هذا قادر تكون ماشينة لافي، قادر يكون جهاز تلفزيون، جهاز كمبيوتر، هاتف نقال، إلى غير ذلك، يشتري حاجة. كل هذاك الشخص هذاك لما هو يدير عقد بينه وبين المؤسسة هذيك، المؤسسة هذيك لما تكون مؤسسة لا تغدر بالزبون نتاعها، مؤسسة وفية للعقد نتاعها بينها وبين المواطن، ما تغدرش بالمواطن. الشيء اللي راح يترتب على هذاك الوفاء بالعقد والله الوفاء بالعهد بين هذاك الزبون والمؤسسة، وش هو؟ هو أنه هذاك الزبون عنده ضمانة، عنده ثقة في هذه المؤسسة. لماذا؟ لأنه عارف
باللي لو كان راهو رايح يصرى له خلل في هذيك الجهاز، هو راهو رايح يدي الجهاز هذاك وفيما بعد راهو رايح يستبدله. بالتالي هو لما يشريه يشريه هو مغمض العينين. لماذا؟ عنده الثقة، ثقة في هذيك المؤسسة. بينما كيعود هو مثلا يروح يشري جهاز كيما راهم يتباعوا في السوق، ما كانش العقد هذاك، ما كانش الضمان، ما كانش الجارونتي هذيك، يا هل ترى هو يشريه هو مطمئن؟ يشريه هو راهو يديه على قلبه، لانه عارف باللي راهو رايح يتغدر، وكثير من الناس اللي تغدروا. ايضا اذا كان هذه المؤسسة مثلا لي ما هي ما تفيش بالوعد نتاعها وما تفيش بالعقد نتاعها تجاه المواطن، تلقاه المواطن هذاك هو راهو اذا كان شرى هذيك الحاجة من عندها راهو يشري محتوم. نعطيك مثال، الان الانترنت، راهو الاخ امين يكلم فينا من الجزائر وعنده مشكله في الانترنت، ومش غير هو، راه من الالاف المؤلفه. درك هو راهو مثلا قال شركه لما يروح هو يدير العقد معها، قال مثلا تعطي له 5 ميجا ولا 10 ميجا مثلا، ولكن هو في واقع الامر من بعد العقد هذاك ما كانش منه، راه راح تعطي له ما على باليش انا نص نتاع ميجا. درك هو ما راهوش ثيق في هذه الشركه، لو كان غدوه يلقى شركه احسن منها وشركه هذيك هو فيا، اسكو هو راهو راح يبقى مع الشركه هذه؟ ما راهوش راح يبقى، راه رايح مباشره يبدلها بربعه سوردي كما يقولوا في البلاد. اذا من بين الاشياء، من بين الفوائد نتاع الوفاء بالعهد، هي الطمانينه، هي راحه البال. درك مثلا لما مثلا يكون انسان وفي، وفي بالكلمه نتاعو، وفي بالعهد نتاعو، انت راك تمشي معاه وعارف باللي راهو الانسان هذا انسان صاحب كلمه، انسان صادق، انسان مؤمن من الامانه، انسان مؤمن. لذلك تشوفوا انتم مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا الامين الصادق والامين، والناس تبعوه. لماذا تبعوه؟ على امنوا به، امنوا به لانه صادق ولانه امين، امنوا به. بينما يقدر يجي واحد كذاب مسيلمة يكذب، يقدر الناس بالكذب نتاعو هذاك بالطبلعيط نتاعو الى غير ذلك، فيما بعد الناس ما يثقوش فيه. والان نشوفوا مثلا في الجزائر لما انت مثلا الواحد، وهذه كلها داخله في القضيه نتاع الوفاء، لما مثلا الواحد نائب مثلا يدير وعد للناس اللي انتخبوه وفيما بعد هو ما يوفيش بالعهد نتاعو، الشيء اللي راهو رايح يحصل وشي هو؟ هو انه هذوك الناس راهو رايح يخيب الظن نتاعهم، راه رايح ربما يجي ليهم واحد اخر ما يثيقوش فيه. شوفوا لما يكون هناك النقض نتاع هذاك الوفاء، لما يكون الغدر وش راهو رايح يحل، لما تكون هناك الثقة، لما تكون هناك الطمأنينة، لما تكون هناك الأمانة، لما يكون هناك الضمان، لما تكون هناك راحة البال، بمعنى أنه كاين هناك وفاء. واحد يتقدم سواء كان رئيس جمهورية ولا نائب في البرلمان ولا رئيس بلدية ولا ما على باليش أنا مسؤول في مؤسسة إلى غير ذلك، يعني على مستوى الوطني وفي كل القطاعات، لما يكون رجل نتاع مبادئ ورجل وفي ورجل إنسان صادق وأمين، فيما بعد الناس هذوك راهم رايحين يثقوا فيه. إذن أول شيء اللي راهو رايح يحقه هذاك الوفاء هو الثقة. بينما إذا ما كانش هناك الثقة، إذا ما كانش هناك الوفاء، فيما بعد راه راح تحل الكارثة. وهذا هو الشيء اللي الآن رانا نعيشه فيه ورانا نشوفه فيه رأي العين، راه موجود في الجزائر. المواطن لا يثق في التلفزيون، المواطن لا يثق في الناس اللي راهم في السلطة، المواطن لا يثق في الناس اللي راهم في البرلمان، المواطن لا يثق في المسؤولين لا على مستوى البلدية ولا اسمه، المواطن لا يثق في الناس اللي راهم في 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 مؤسسات مختلفة. لماذا؟ لأنه شاف فيهم الغدر، شاف فيهم الخيانة، شاف فيهم الكذب، شاف فيهم التبلعيط، بالتالي حلت الكارثة. الآن بعد هذا الشيء اللي قدمناه،
احنا الان درك حبينا نعرفوا علاش وقع الغدر في الجزائر. وبعد ما الان تحدثنا في بداية البرنامج قلنا من انه هناك الوفاء للتضحيات، احنا نعرفوا باللي كاين فيه رجال في الجزائر ضحاو، يعني نقولوا من 1830 الى يوم الناس هذا فيه رجال قدموا تضحيات جيلا بعد جيل، وفيه تنكر للتضحيات، فيه غدر، فيه خيانة لهذيك التضحيات، وما كانش وفاء لهذيك التضحيات. الغدر علاش وقع في الجزائر؟ تفضل الأخ تونسي مستيف. ألو ألو أخ تونسي هل تسمعوني؟ نعم الأخ نور الدين. تفضل الأخ تونسي. بارك الله بك الأخ نور الدين. شوف المبادئ تاع الإنسان المخلص كلمة بارك نور الدين تكملة لتاعك. نعم. حتى وتعود مع يهودي راك تخدم في شركة تاع يهودي وتوافقت التوياه وكتبت العهد التوياه وتاع ليك الخدمة هو عليه الخلاص تاعك، هنا لازم عليك توفي بالعهد تاعك، لأن هذا هو الشيء المميز عند المؤمن، هو العهد تاعه كلمته. ما تقدرش تدير الغدر ولا الخيانة، يعني سمة كبيرة حتى كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يهود ويثقوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالك الآن يعني خوك تثق فيه في شركة ويغدر بيك ويعطيك الغش، يعطيك في السلعة في كلش. مهم انتقلنا للمرحلة الثانية وهي مرحلة التضحيات تاع المجتمع تاع الناس اللي ضحاوا ووفاوا بالعهد تاعهم منذ دخل الاستعمار للجزائر، وهي شعوب متتالية، قبائل متتالية بعضها، وهذا ينقل العهد من عند خوه إلى القرية الأخرى وإلى القبيلة الأخرى. والمقاومات ما نقولوش عن ثورة التحرير فقط، منذ أن دخل الاستعمار الجزائر والمقاومات والشعوب تناضل، والعهد تاعها ما طيحتش من العهد تاعها إلا الخائنين، لأن الخائن ما عندوش عهد. الخائن هو دائما كان في ذيل مع الاستعمار، أي استعمار يجي فهو ذيل معه. أنا ما نحسبوش، إحنا نحوسوا على الرجال والتضحيات تاع الرجال والنساء اللي وفوا بالعهد تاعهم ووفوا بالوعود تاعهم وضحاوا بالثمين والنفس والنفيس، نساء ورجال، باش وصلوا هذا الاستقلال وهذا المشروع هذا للجزائر، المشروع هذا الوطني الذي كتب وتم الاتفاق عليه، وهو بناء دولة ذات مبادئ إسلامية على المؤتمر تاع نوفمبر تاع المؤتمر الصومال. فكانت الخيانة خلال الثورة وبعد الاستقلال، الخيانة الناس هذم اللي خانوا المبادئ تاع نوفمبر. في بداية الاستقلال وأثناء الثورة غدروا وضحاوا بالشرفاء، ضحاوا بالرجال تاع الصح اللي كانوا يحبوا الخير للبلاد ويحبوا الاستقلال للأمة نتاعو، فهمت؟ وما قتل يعني في الشرفاء يعني لا يحصى ولا يعد. هذا القتل هذا تاع الشرفاء هو دليل على ذلك، ودليل على الخيانة، ودليل على الخونة أصحاب القرار لرسالة الشهداء والمجاهدين الصادقين، الناس اللي صدقوا ربي صح، وتكلمنا عن بيتها في الآية القرآنية، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه راح شهيد، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والناس اللي مازالوا حيين من الناس المجاهدين مازالوا على المبادئ تاعهم ونعرفوهم، مازالوا حيين بك، ما بدلوش وما غيروش وبقوا على العهد تاعهم. أما الخونة والمرتزقة واللي سرقوا الثمرة تاع الاستقلال، هذا ما تتكلمش عليهم، هذا ما احنا رانا نعرفوهم، راهم معروفين بالأفعال تاعهم، بالخيانة تاعهم، بالكذب تاعهم، بالتدليس تاعهم، الشيء اللي رانا نشوف فيه في الشعب الجزائري وفي الجزائر. هذا الأخ نور الدين ما نقولوش غير الناس اللي ضحوا عليها اللي راهم هنا في البلاد، حتى من الشرفاء اللي عاشوا فوق الأرض هذه
ومشاو فوقها وحسوا بطعم الحريه نتاعها وبطعم كيما نقولوا الصدق اللي كانوا يخدموه في البلاد هذه، منهم اللي نفاوه خارج البلاد، منهم اللي مسجون، منهم اللي قتل، منهم اللي مفقود، منهم ومنهم واتباعهم، وراهم عائلات وراهم اسر وراهم ابناء، كاين ناس اللي ولاو جداد ولاد ولادهم ما يعرفوهمش. هذا من الغدر والخيانه للمبادئ والخيانه للاوفياء، للرجال الاوفياء. وكل انسان حتى السلام، هذاك الانسان الوفي والانسان المخلص والكريم يحس بالذنب كون ما يردش عليك السلام، كون تلقي عليه السلام وما يردش عليك السلام يرد باللي راه مذنب. ولهذا شوف كلمه السلام برك يدير لها الف حساب ويقلبها لك. اما الناس اللي ما عندهمش ذمه ما عندهمش عهد وينقلبون يعني في كل واد ويهيمون كما الشعراء مع الاغاني ومع الزنادقه ومع المرتزقه ومصاصين دماء ياكلوا في الدم تاع الشهداء والدم تاع التضحيات، راهم عايشين في هذه الارض فسادا. فهمت؟ لقد اريد للجزائر ان لا تفي بعهد الشهداء، يعني ما رانا نشوفوا باللي يتنصلوا حتى من المجاهدين، يتنصلوا حتى من الشهداء، اسماءاتهم اسماء الشهداء قلبهم خونه، اسماء الرجال اللي ضحاوا معروفين في الميادين، معروفين باللي بالثوره واش داروا، قلبهم خونه. تضحيات تاع شهدائها وتسيير يعني كيما نقولوا غير في غير ما اراد الشهداء، في غير ما اراد المجاهدين المخلصين لهذه الدوله ذات السيادة، والشعب حبوه باش يعيش فوق هذه الأرض بكامل حقوقه. نعم، شكرا الأخ تونسي. نمر لك الأخ نوري نفس النقطة، تفضل الأخ نوري. نعم، باختصار فيما يخص السؤال هذا الموالي اللي يعني هو يقصد بالضبط لماذا وقع الغدر في الجزائر والتنكر لتضحيات الرجال والنساء. في طبيعة الحال هنا لما نتكلم على الغدر نحن نتكلم على شيء مضاد للوفاء. يعني في الواقع عندنا متناقضان اثنان اللي هو الوفاء والغدر. فاحنا لما نتكلم على هاد المتناقضان اثنان هادو اللي هو الوفاء والغدر، ولما نأخذ كل واحد منه، الوفاء مثلا في حد ذاته يتفرع منه خصال محمودة تأتي في المقدمة وهي التي تؤدي إلى الوفاء. يعني الإنسان لكي يكون يعني وفي لابد أن تتوفر فيه مسبقا خصال أخرى لازم يمر عليها، منها مثلا الإخلاص، الاستقامة، الصراحة، الالتزام، الصدق، الإتقان، أن يكون أمين. يعني كل هذه الخصال تسبق الوفاء، وبالتالي الوفاء هو يجي في المرتبة العليا. يعني الواحد اللي يقول هذا يعني عنده الوفاء يعني ضروري تكون عنده في خصال محمودة أخرى اللي يتكلم عليها. وفي المقابل لما نتكلم على المضاد نتاع الوفاء اللي هو الغدر، هو كذلك يتفرع منه خصال مدمومة تمهيدية يمر عليها الإنسان الغدار. يعني لازم قبل ما يكون غدار لازم يكون خائن، لازم يكون غشاش، لازم يكون كذاب، لازم يكون يفتري على الناس، لازم يكون خداع. يعني كل هذه الأمور هذه تأتي في المقدمة، وفي التالي يكون هنا بما يسمى بالغدر. الغدر هو يعني يجي الفوق في القمة. حتى الأخ نوري يعني ما حتى من ناحية شرعية، هو أنه مرات الإنسان هو أنه يقولوا يحنث، يحنث بمعنى أنه يمد قسم ولكن ما يوفيش بالقسم تاعه، هذاك يحنث يعني. نعم، هذا دخل فيما يسمى كما ذكرت في الحنث كذلك. نعم. يعني هناك أمور تمهيدية، سلوكات أو صفات أخلاقية تكون مدمومة وهي كثيرة، يعني تكون نتكلم عليها رانا ناخذ عليها وقت كبير. نعم. هي التي تسبق الإنسان من خلال الممارسة تاعه، يتلقاها من الشارع،
يتلقى من خلال المعاملات نتاعو في ربما في العمل في المكان اللي يكون يعيش فيه. فلما يتلقاها عن طريق الممارسات الحياة نتاعو شيئا فشيئا 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 فهنا يوصل إلى المرتبة العليا التي تسمى بالغدر. وفي المقابل الوفاء كذلك، يعني يتلقاها درجة درجة. والآن إذا نقول لماذا وقع الغدر في الجزائر والتنكر، هو لم يقع هكا في مرحلة واحدة جم السماء وطاح علينا كسر مود شخر حطه السيل من علي كما يقول الشاعر. يعني هو مر بمراحل تدريجيا، جاء عن طريق تمرين وسلوكات كانت تسير وتمشي ويتفاعل معها الناس في المجتمع. الاختلاسات والفساد والتنكر والتهم والإقصاء وكل شيء نشوفوه من خلال سنين موجود في المجتمع الجزائري. يعني بقالنا غير أمور اللي هي ربما لم نسمع بها في المجتمعات السابقة اللي رازم يخترعوها هما. يعني يسمع كل شيء، وبالتالي واش غادي تستنى مور هاد الأمور اللي رأي المدمومة اللي رأيت واشيس غادي تستنى الوفاء. الوفاء لا، ليست هذه الطريق نتاعو. الوفاء هو عندما تسمع بالصراحة الإنسان ما يضلش في الحقائق، يعني يكون صديق يقول فلان نعم يستحق المكانة الفلانية، فلان مثلا نعم هو يعطيه الدرجة نتاعو. كما كنا نقول في التعريف من قبل أن الوفاء هو بمثابة أنت أنك تعطي لكل حق حقه، سواء كان إنسان أو عمل أو شيء أو حيوان أو مش عارف أو طبيعة أو شجرة، كل شيء تعطيه حقه. هذا هو المفهوم العام. وبذلك الغدر في الجزائر حدث ليس نتيجة أنه جاء واحد من الخارج جابونا ولا غرسوه نبت الشجر ولا مثلا كلينا في بطن تاع طوماطيش ولينا غدارين ولا لا، هو ممارسات في سلوكاتنا الاجتماعية حدثت من قبل ولازم الرجوع إليها والكلام عليها حتى أن نجد أن الخلل ربما غادي نتكلم عليه. نعم شكرا الأخ نوري. الأخ مولود في النقطة هذه نتاع اللي تعلق بالغدر، علاش وقع الغدر في الجزائر والناس تنكروا يعني للأسف الشديد للتضحيات والرجال والنساء حنثوا في القضية نتاع مثلا بيان تاع أو نوفمبر إلى غير ذلك، يعني تنكروا للتضحيات نتاع الشهداء، تنكروا للتضحيات نتاع الرجال اللي قدموها على مر العصور. نعم، هي أولا قبل ما يغدر الجزائريون بعضهم لبعض، احنا يعني غدرنا الله عز وجل، يعني يخدعنا الله كما جاء يعني في سورة البقرة، ويخادعون الله وما يخادعون ولا يخدعون إلا أنفسهم ولكن لا يشعرون. احنا خدعنا أنفسنا، ويعني وهي القسم اللي كان قسمنا باسم الله بالله أكبر على النفي بهذا الوعد. نعم. ثم كيف جاء الغدر؟ الغدر جاء على شيء من يعني تسلسل، كما أن الإنسان لكي يرتقي درجة الوفاء ولا بد كما ذكر الإخوة أنه يتحلى بالصفات، يرتقي شيئا فشيئا ثم يصل إلى هذه الدرجة اللي هي الصفة الحامدة اللي هي الوفاء كما ذكرنا من قبل. الغدر نفس الشيء يأتي على صفة شبهة، كانت شبهة ثم يكون فيه تهاون يعني أو تساهلات يعني تهاون، ثم يجي العجز، ولما يعجزوا ويبدأوا ومن بعد يكون تضليل، لما يكون تضليل ومن بعد يدخل الغدر، هنا يجي الغدر في القمة. ومن بعد لأن مثلا نحن مثلا في السبعينات أو في الثمانينات السبعينات ما كناش نسمعوا مثلا هذه الكلمات اللي أنا نسمعوها اليوم في الجزائر، مثلا فرنسا ما خرجتش، حنا ما ناش مستقلين، هذه من صعب نسمعها في الجزائر في السبعينات. أما اليوم يعني أصبحت يعني شيء يقال، ويعني واحد ما ينتبه لك. فلهذا هذا يدل على شيء، فيدل على أن هناك تسلسل من الأحداث كما قلت، شبهة يكون فيه تهاون، يكون فيه عدم القدرة لمواجهة المشاكل اللي جاتنا يعني صدفة بسبب التهاون تاعنا، ثم يبدأ التضليل لما الإنسان يعجز. أنا أحكي لك عن الناس اللي عندهم القدرة، الناس اللي كانت عندهم القوة، ثم التضليل،
يعني فعلنا كذا لأن كذا، يعني يبدأوا يلقوا يعني مبررات. ثم يأتي الغدر، الغدر يأتي في النهاية، حنا دوك نسموه الغدر. هذا اللي وقع اليوم، نقدروا اليوم مثلا نقولوا أن هناك غدر بمبادئ التي كانت راسخة عند هؤلاء الذين ضحوا بكل ما يملكون. احنا شهداء كان بعض الشهداء ليس فقط ضحوا يعني بانفسهم، وهذا متبادر يعني في اذهاننا، لا، مثلا تلقى انت يا بن بولعيد، بن بولعيد ضحى بالمال وبالنفس ديالو للاثنين. هو انسان كان ثري، بابا ثري، بن باديس كان ابوه كان ثري جدا، فهاد الناس ضحوا بالمال وضحوا بالنفس. فلهذا الغدر كما قلت جاء، لم يأتي يعني دفعة واحدة، ولكن جاء عن طريق تسلسل لأضفى إلى يعني نهاية المطاف، إلى الغدر الحقيقي الذي أصبح اليوم يتجلى كوضوح الشمس. نعم، وهذا ما أقول. شكرا الأخ مولود. نحاول أن نزيد نضيف بعض النقاط في انتظار ربما كش ما يزيدوا يلتحقوا بنا إخوة باش نثريوا هذا النقاش مع بعض. فيما يتعلق بالموضوع تاعنا دائما، الحمد لله رب العالمين، اللي يتعلق بالوفاء، من بين الأشياء اللي خلاه هو أنه يوقع هذا الغدر بطبيعة الحال هو الضعف في الإيمان، الضعف في العقيدة. لما الإنسان يكون ضعيف في العقيدة نتاعه، يكون ضعيف في الشخصية نتاعه، هذا الإنسان تلقاه متذبذب، تلقاه إنسان متناقض. بينما الإنسان اللي تلقاه عنده مبدأ وتلقاه عنده شخصية قوية ما يتحركش، ما يزعزعش مهما كانت العواصف، لأنه العقيدة نتاعه سليمة، ولأنه إنسان صاحب نتاع حق وإنسان صادق. مهما كانت هذيك الوشوشات، مهما كانت النميمة، مهما كانت الأعاصير، تلقاه راهو مازالو في طريقه، مأمن به ومقتنع به وماشي. بينما الإنسان المتذبذب، بينما الإنسان المتناقض، تلقاه هو أنه يضعف، وفيما بعد هو يغدر. من بين الأشياء أيضا اللي هي ساهمت في هذا الغدر هو الغرور. الغرور، مرات الإنسان يغرر المال تاعو، مرات الإنسان يغرر الشباب تاعو، مرات الإنسان يغرر الجاه تاعو، مرات تغرر الحاشية، الشر تقلبوا له خير، والعكس الخير تقلبوا له شر، ويغروه على جل باش هما يطمسوا له العين تاعو، على جل باش يبعدوه على الحقائق هذيك، وبالتالي هو يظلوه ويحدث الغدر. أيضا الدنيا من بين الأشياء اللي هي ساهمت في الغدر. كاين الناس اللي كيف ما يقولوا ما عندهمش هذيك القدرة نتاع الثبات، ما عندهمش يعني تغروا. كاين اللي بكاس نتاع قهوة تديه، كاس كروت تديه، وين يا انت لك، انا عطيت له منصب في البرلمان، والله عطيت له منصب في وزارة، هذاك البلاد يبيعها. كاين الانسان اللي تغره الدنيا، يركب في سيارة والله يدير غير هاتف نقال، خلاص يصير يشوف الناس قدامه كأنهم ذبان، المادة ثاني تعمي الناس، ويصير الانسان كاين منهم اللي يصير كالبهيمة، ما على باله لا في الوطن، ولا على باله في الدين، ولا على باله في العقيدة، ولا على باله في الأسرة، ولا على باله بصلة الرحم، ولا يركب سيارة خلاص يعمى، يولي يشوف الدنيا هذه قدامه صاي. أيضا الإنسان مرات تغره الصحة نتاعو، مرات إنسان تلقاه جثة كما يقولوا في البلاد، يولي يشوف الناس قدامه قطوط. الأمن أيضا، كاين مرات لما يكون عنده الأمن والطمأنينة يحس في روحه باللي خلاص راها كما يقولوا الدنيا هذه ما تخلصش. هذه الأشياء
بطبيعه الحال تقدروا فيما بعد تزيدوا تضيفوا اشياء، هذه الاشياء اللي ساهمت هي مجتمعه في الغدر هذا اللي وقع في الجزائر، الى درجه كنا بكري مثلا كنا نسمعه هو انه انسان يتبرع بقطعه نتاع ارض على جل باش يبنيو مسجد، والله باش يبنيو مدرسه، والله باش يبنيو مستشفى. الان واش صرنا نشوفه؟ صرنا ولينا نشوفه واحد الطريق يديها، طريق نتاع الناس يحب يديها ويأممها. وخلي من الهكتارات هذيك اللي راها الناس تدي فيها، واحد يدي غابة، واحد يدي، وهذه كلها خيانة وكلها غدر، خيانة للشهداء، غدر للشعب، غدر يعني للإنسانية. إذن هذا الغدر اللي وقع في الجزائر، الغدر لنتاع الشهداء، والغدر للرسالة نتاعهم، الغدر للتضحيات نتاع الشعب الجزائري، كلها بسبب هذا الجشع وهذا الطمع اللي وصل الناس من الحرس البلدي الى رئيس الجمهورية. ماشي غير نقولوا برك احنا دوك نحصرها في رئاسة الجمهورية وقال نلزقوها في بوتفليقة وفي وفي اللي سبقوه، لا، حتى المواطن، المواطن مساهم هو في الغدر. لو كان ما المواطن مساهم في الغدر ما يقولناش الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث نتاع وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل انسان مسؤول، كاين اللي مسؤول في الاسره نتاعو، كاين اللي مسؤول في المؤسسه نتاعو، كاين اللي مسؤول في البلديه، في المدرسه، في الاعلام، في كل مكان، في البرلمان، في كل مكان، في كل المؤسسات كاين الغدر. كاين الغدر يتفوت، كاين اللي راهو يديل حتى الغدر نتاع الخيانة العظمى، وكاين اللي راهو يغدر على مستوى المحلي، يغدر الجماعة نتاعو، يغدر الناس اللي معاه، يغدر أصحابه، يغدر الزوجة نتاعو، يغدر الأسرة نتاعو، يغدر أبناء الحي نتاعو، يغدر أبناء المنطقة نتاعو، الناس اللي انتخبوه، إلى غير ذلك. المهم هذا الغدر اللي حل بالشعب الجزائري، وكيفاش وقع؟ وقع هذا هو، كاين اللي غرته المسؤولية، كاين اللي غروا الجاه، كاين اللي غرته القوة، كاين اللي راهو دوك مثلا عنده جيش وعنده سلاح ولا طور القوة نتاعو، هذيك يقدر يوقع في الغدر. وحلت الكارثة، حلت الكارثة اللي الآن راكم الآن تعينوا فيها رأي العين. بطبيعة الحال هناك تفاصيل، يعني دوك مثلا أنا ذكرت مثلا هذه المسألة نتاع الغدر بالقوة، هو أنه الإنسان مثلا يكون عنده جيش تحته، فيما بعد هو يغدر بالشعب ويغدر بالتضحيات ويغدر بالوسمو. فيما بعد عندكم تفاصيل مش راح نحكيها انا دوكا نجيبوا فيها خمس سوايع وحنا نحكيو تفاصيل. الناس اللي كاين من بينهم اللي غدروا، من بين الاشياء اللي هي القوة والجاه، المال، السلطان، هذه هي الاشياء اللي هي تعمل الانسان. ورانا شفناها، هو انه الانسان مثلا تلقاه مرات لما يكون مثلا في موقف نتاع ضعف، تلقاه انه يا ربي انا لو كان ترجع لي الصحة نتاعي، ويا ربي انا لو كان تعطيني، ويا ربي وانا ندير، وانا نفتح، وانا ندير عيون في الطريق، وانا الناس تولي تشرب، وانا نبني لهم، وانا ندير لهم الطرق، وانا ندير لهم مستشفيات، وانا نخرجهم من وسمو. مباشرة هو يعطي له ربي الصحة هذيك، وهو يبدأ في التضاؤل بشوية 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 لحتى يولي يكفر. ورانا شفناها. إذن من بين الأشياء هي المال، هي المادة بصفة عامة، هي السلطان، هي الجاه، هي الغرور، إلى غير ذلك. من بين هذه الأشياء هي اللي ساهمت في هذا الغدر اللي وقع في البلاد. الآن الأخ تونسي، وش هو الشيء اللي يحدث لما يوقع الغدر وتوقع الخيانة؟ احنا قبيل رانا شفنا لما يكون هناك وفاء، تكون هناك طمأنينة، ويكون هناك ضمان، تكون هناك الثقة، الى غير ذلك. الان العكس، احنا شفنا ذوك قبيل الوفاء، وذوك الان رانا نتحدث عن الغدر. لما يحل الغدر وش يوقع في البلاد؟ بارك الله فيك الاخ نور الدين.
يعني كما نقولوا الأمور يعني خطيرة جدا. نعم. عندما تقع الخيانة وفي الخيانة هي عدم الوفاء للمبادئ والوعود والعهود، وهذه الخيانة يعني ما لا تكون إلا ممن انسلخوا من إنسانيتهم وباعوا جزائريتهم وخانوا وطنيتهم. في مثل هذا الوضع ومع هذا الحال فهذا ناقوس خطر على الوطن وسيادته وأمنه وشعبه ودولته. السبب هم أناس ليس لهم وفاء للوطن ولا للشهداء وتضحياتهم، قد يكونون وراءهم حتى نقول أيادي خارجية، قد يكون من أبناء الوطن ولكن يكون عدم الأمن والناس خائفين على حياتهم وعلى وطنهم. وأول خيانة الأخ نور الدين تبدأ هو الخيانة من الأسرة، خيانة الأخ لأخيه، خيانة القوي على الضعيف، خيانة الاستيلاء على الممتلكات بالظلم والبطلان والكذب وشراء القضاة، شراء المحاكم، شراء العدالة، شراء العدالة، وين يستولي على الأرض نتاعك وتزيد طين بلة. إذا كان مع هذه الخيانة كاينة قوة كما تذكرت وقلت أنت، إذا كانت كاينة قوة رايح كل شيء يولي مباح. شكون يتكلم؟ اللي يتكلم ولا قدر يتكلم وتجرأ باش يتكلم ممكن يقتل، ممكن يتهم بالخيانة ويتهم بالعمالة للخارج. انتم راكم في الخارج وراكم ولاد الجزائر واللي ضحيتوا عليها ومشيتوا على هذه الأرض هذه وراكم تحنون لهذا الوطن وتحبوا له الخير، هذا الكلام تاعكم اللي راكنا نتكلموا فيه دوكا هنا في الإذاعة ممكن يولي عليكم بالخيانة وينسبوه لكم باللي راكم خاينين لأنكم تتكلموا من دولة خارجية ودولة كانت مستعمرة للجزائر، ويحولوا ويديروا تدليس الإعلام ونيقلبوا بخوانة بهذه القوة، هذه القوة تاع الغطرسة والقوة تاع الحديد والنار وزيد القوة الإعلامية. يعني إذا كان عاد كان الأراضي هذا ما كانش البيع تاع الأراضي هذه بالجملة وهذه الوزنوات اللي تتحرق ومن بعد تتباع، ولا هذه السماصرة اللي خرجوا جدد والأرباب الأموال والأرباب، تكلمنا عن الحصة نتاع الأرباب. نعم. من الخيانة للعهد، من الخيانة للوفاء بالعدل بالعهد يخرجوا أرباب، أرباب في كلش، واللي يحب يرجع للحديث تاعنا يرجع للحصة تاع الأرباب في كل المجالات، في مجال الدم حتى الدم تاع الجزائريين يسرقوه، حتى التضحية تاع الناس اللي يروحوا يديروا في المستشفيات يسرقوا لهم الدم تاعهم بالصوارد، العملية الجراحية ولي شامبينيون هذم يرام يخرجوا تاع المستشفيات. وفيما احنا دوك عندنا هنا في سطيف ما كانش مستشفى جامعي غير اللي خدمته فرنسا، ما زادش نبت واحد اخر، مع ان الدولة جزائرية ومليار ما كانش مستشفى عمومي الا المستشفى شامبينيون اللي محسوبين على المحسوبية. يعني الخيانة هذه إذا كان الناس ما عندوش نسلخ من ممكن أصلاً أن نور الدين ما عندوش الكلمة هذه تاع العهد، ما يعرفهاش، ممكن منبت تاعو منبت حرام والأصل تاعو ممكن أصله حرام، زيت مستنقع تاع وسخ، مستنقع تاع كذب، تاع غدر، تاع خيانة، استغفر الله. البغل ما يجوزلكش باش تقول عليه بغل، لأن البغل أشرف منه، من البغال من في وقت الثورة وجابوا الاستقلال. نعم. أما هذم هم في صفة بشر ولكن أذل وأحقر من الحيوان، بدون عقول، بدون ضمائر، بدون صفات ذميمة، حدث ولا حرج، كاش ما كاين مصطلحات جديدة لهم.
مصطلحات اللي نعرفوهم في اللغة كل حناهم وما كفاهمش، مذلولين، باطل باطل، حاشاك حركة خبرجية باطل، ما هم مكتوبين عند الخبرجية ما ولو يجيوا يبيعوا باطل، يبيعوا هذاك الإنسان عنده المال، هذاك الإنسان هو يميقري، هذاك الإنسان عنده بنات ملاح، هذاك حتى شوف شوف الخيانة حتى في العرض في العرض ممكن حتى في المؤسسات تاع الدولة صارت في مرحلة من مراحل أنه إنسان يخدم معهم وينشط معهم وهو يخرج يروح في ميسيون ويتعدوا له على العرض تاعه، يخونه حتى في العرض تاعه. وش راح يجيك؟ وش راح يجيك من منبت هذاك؟ والله نعم نعم صرات يعني إلى درجة وين أنه راه كاين فيه واحد من الناس اللي داروا شهادات الإنعال إذا أنت وطني، وين أنه تحدث قلب اللي فيه واحد كوموندون قتلوه، وكاين واحد من الأشرار من الغدارين حب باش يعتدلوا على الزوجة نتاعو، هذا من الناس اللي كانوا معاه. يعني وين راك تشوف؟ نعم، وين وصلت يعني بهم الرداء، وين وصلت بهم الاحتقار تاع البشرية بالإنسان، الإنسان مكرم، كرم ربي على العالمين، على الجن وعلى الملائكة، هذه اللي يطلع بها ويعلو بها إلى مقام الأنبياء والشهداء حتى يتحلى بصفة الله سبحانه وتعالى، صفة الكمال. نعم، والوفاء بالعهد، هما حطوا رواحهم انحطوا يعني راهم في الحضيض، ما عندهمش صفة نور الدين باش تقدر تقول الخيانة هذه واش تجيب، والغدر هذا واش يجيب. نعم، كل ما هو رديء، كل ما هو حقير، كل ما هو غير شريف ينسب لهؤلاء. وأي إنسان نور الدين تكون عندك علامة ميزان باش تقيس بها أي إنسان يخالف بالوعد تاعو مرة ومرتين ويتهز في الفهم قدام الناس بلي هذاك الإنسان كذاب، والله هذاك الإنسان منافق، فقل عليه السلام. نعم، شكرا الأخ تونسي، في انتظار هو أنه يعود لنا الأخ نوري الظهر وأنه عنده خلل في الإنترنت. الأخ مولود، وش اللي يوقع لما يوقع الغدر والخيانة والتنكر للجميل، وش يوقع؟ شوف سبحان الله، حتى من ناحية الوضع الكلام كي تقول الوفاء يخرج يعني يطلب يعني تلفظ بطريقة سهلة، أما كي تقول أما كي تلفظ كلمة غدر تخرج بمشقة. والله مهما أوتي الإنسان من بلاغة، والله ما يستطيع أن يعني يصف يعني السلبيات أو يعني كل الأشياء يعني كل المبيقات وكل الأشياء يعني الرذيلة اللي تأتي لما يكون الغدر. أنا ما ندبش عليك، ما عنديش يعني أترك الناس اللي عندهم البلاغة يقدروا يوصفوا. ماذا أستطيع أن أقول؟ شيء واحد، كما أن الوفاء القمة هو الوفاء كما ذكرته كما قلت أنت من قبل يجي عن إرادة، أنا اللي أتعجب منه هو الناس اللي غدروا بالعهد وما رأهم يعني ناس يعني ما رأهمش مادين يعني مرتاحين، ولا ناس رأهم يعني بسطاء، تحكي له مثلا على عهد الشهداء مثلا، ولا تحكي له على عقيدة الأمة، تحكي له على ثوابت الأمة، يعني لا يموت لصلة بهذه الأمة، ما عندوش انتماء للأمة هذه، وإنسان ما روش يعني في مركز قوة. ممكن كما قلت أنت مثلا، قولوا مثلا أنا ذكرت من قبل قلت لك مثلا يكون مثلا يعني الإغراء، إن الإنسان لما يكون عنده يعني مرتب يكون عنده جاه مثلا ممكن يغريه الشيء هذا يعني. ولكن الناس اللي ما عندهمش اللي يعني كما قلوا اللي ما ارتقوش المناصب هذو، لماذا يتصرفوا بهذه الكيفية هذه؟ أنا نعرف ناس من الأقرباء مثلا ما عندهمش يعني ما عندهمش غير على البلاد، تتحدث مثلا وما راهوش يعني انسان قال عنده تجاره مثلا تلهيه
عن ذكر الجزائر ولا ذكر الشهداء ولا ذكر التضحيات، وقالت له هي ما عنده حتى عادت له هي، ولكن هكذا مجانا مجانا تلقاه يغدر بكل ثوابت تاع الوطن. وهذا انا لاحظته، انا لاحظته شخصيا. فقلت لك نور الدين والله ما عنديش البلاغه باش نقدر لك باش نقول لك العواقب اللي تجي من بعد لما يسود سود هذه الظاهره تاع الغدر في يعني في المجتمع. ما عنديش البلاغه. كلمات يعني تعويزني. نعم، شكرا شكرا الاخ مولود من بريطانيا. الاخ نوري. نعم تسمعوني الاخ نوري؟ نعم انا نسمع فيك، تفضل. اظن الان انه كان شرا انقطاع، راكم في السؤال الموالي. لا نعم، رانا في السؤال اللي من بعد، لما يوقع الغدر وتوقع الخيانه ويوقع التنكر للجميل، وش اللي يحدث؟ نعم، من خلال السؤال المطروح يعني نجد ان هناك خصلتين مدمومتين اللي هي الخيانه والتنكر. والخيانه والتنكر تدخل في مفردات الغدر اللي هي تناقض مفردات الوفاء اللي فيها الإخلاص وفيها الصدق وفيها يعني الاستقامة وما شابه ذلك. بالتالي عندما تحدث هذه الصفات أو هذه الخصال التي تتمثل في الخيانة والتنكر للجميل، فهذا معناه أنه هناك سلسلة من الخصال المدمومة قائمة قد تؤدي بنا إلى مفهوم الغدر. وهذا معناه أنه قد أزيحت كل نقاط التفتيش للضمير الإنساني. يعني الضمير الإنساني في المجتمع السائد عندما يقع الخيانة والتنكير للجميل يصبح هذا الضمير يعني مفتوح، ويصبح يعني ممكن أن يأخذ كل شيء ويمارس كل شيء، لأن الضمير هو المسؤول الرئيسي على هذه الخصال المذكورة. عندما يكون هناك إنسان مثلا أو مواطن مخلص لعمله ومخلص لمبادئه وقيمه ومخلص لوطنه وكذلك مخلص للمجتمع بصفة عامة، وفي المقابل يأتي إنسان آخر أو تأتي جماعة أو مؤسسة أو مسؤول يعمل لغير ذلك، وبالتالي يقوم بالتضليل وتنكير الجهد الذي يقدمه ذلك المخلص، وينكر التضحيات التي قدمها ذلك المواطن في العمل الذي يقوم به أو الذي كان قام به من قبل. فهنا ماذا يحدث؟ ماذا معناه؟ هذا الإنسان الذي يقوم على الخيانة وعلى التنكير هو يقوم على غدر الوطن بصفة عامة، أو غدر الجماعة، أو غدر المجتمع، أو غدر المبادئ وغدر القيم وغدر كل الأنواع التي تكلمنا عليها سابقا، سواء في التعامل أو في العهد أو في العقود أو في الوعد أو في كل التصرفات. إذن هذا هو مفهوم الغدر، كيف يتسرب إلى المجتمع، يتسرب من خلال التنكر للجهود الحقيقية والتضحيات الحقيقية للناس والمواطنين والمواطنين المخلصين. وبالتالي من خلال هذا التنكر ماذا يحدث؟ يحدث تقديم أصحاب الجهل والكسل والتواطؤ وأصحاب الانتهازية إلى الأمام، وبالتالي هم الذين يتربعون على تقسيم المناصب والمسؤوليات. وعندما يتقدم هؤلاء إلى المناصب والمسؤوليات وتسير المجتمع، فماذا تنتظر؟ فلا تنتظر إلا الدمار والتخريب والانحطاط والتخلف والتفكك في جميع المستويات. يعني هذا هو الشيء بصفة عامة الذي يقع عندما يحدث الخيانة والتنكر للجميع، سواء كان للتضحيات أو لأصحاب المواقف أو لأصحاب المبادئ أو للمخلصين، أو يعني في كل، عندما نقول يعني التنكير الجميل نقصد
في كل الأمور، حتى الجميل، سواء كان في الثقافة، سواء كان في المعاملات، في الحوار، في الفن، في الرياضة، في كل شيء احنا نقصد. نعم، هذا هو مدى. شكرا الأخ نوري. نحاول هو أنه نزيد نضيف ربما بعض النقاط المتعلقة بالسؤال هذا، يعني وش اللي يحدث لما تحدث الخيانة ويقع التنكر للجميل ويقع الغدر. كنا في البداية نتاع البرنامج تحدثنا على هذيك الفضائل والفوائد اللي رانا رايحين نجنيوها من الوفاء، وقلنا من أنه الوفاء هو خصلة حميدة يمتاز بها الإنسان، والخصلة هذه نتاع الوفاء مايش خاصة فقط بالمسلم، بل حتى تقدر تلقى إنسان كافر وتلقاه وفي. والوفاء قلنا من أنه لما يكون هناك وفاء تكون هناك الطمأنينة، تكون هناك الثقة، يكون هناك راحة البال، يكون هناك الضمان، إلى غير ذلك من هذيك الأشياء اللي راهو رايح يجنيها الإنسان عادة من هذاك الوفاء. حتى الوفاء للحيوان، لما تشوف انت باللي الكلب نتاعك وفي راك راح تحس بالراحة وتحس بالثقة من انه الكلب هذاك ما راهوش رايح يغدرك، يعني هكذا كيما نقولوا نجيبوها يعني باختصار. فلما توقع الخيانة ويوقع الغدر ويوقع التنكر للتضحيات نتاع الناس والتنكر للجميل فيما بعد وش راه رايح يوقع، الأشياء هذه اللي كنا نذكره فيها درك راح يحدث العكس نتاعها. إذا قلنا باللي من الفوائد نتاع الوفاء هي الثقة، الغدر راح يكون العكس نتاع الثقة، هو الاضطراب، راح يحصل الإحباط، الأفق مسدود، الهمج، الفوضى، السرقة، الرشوة، الناس تولي ما تحوسش على المحرمات، الناس تولي تحوس غير على الربح، تحوس غير على سلك راسك، راها راح تحدث كوارث كبيرة، كوارث كبيرة راها راح تحدث في المجتمع، كلها نتيجة نتاع الخيانة، نتيجة نتاع الغدر. راح يحدث الغش، يكثر النفاق، يولي الإنسان ما عندوش مروءة خلاص، إنسان موش راجل كيما نقولوا بالوجه مغسول بالمرقة، يكثر تبلعيط كما ذكرنا في وقت سابق، ويكثروا هذا الأرباب كما ذكر الأخ التونسي وكما ذكرنا في برنامج سابق، يكثر الخوف، طمأنينة مكانش، راحة البال مكانش، الأمانة مكانش، إلى غير ذلك. وتحل الكارثة باختصار، كارثة باختصار تحل في المجتمع، في أي مجتمع لما تروح هذيك الخصلة نتاع الوفاء ويحل مكانها الغدر تولي غابة، غابة هذا يأكل هذا، ما كانش قانون، القانون نتاع القوي هو اللي يمشي، قانون القوة، ما كان لا أخلاق ولا مروءة ولا أمانة ولا ولو، تولي طاق على من طاق. وهذا الشيء اللي الآن رانا ذكرنا نعيشه فيه، والشيء اللي الآن ذكرنا نشوفه فيه رأي العين اللي الناس راها تشوفه الآن في الجزائر، طاق على من طاق. رانا نشوفه ذوك مثلا في الدول هذه نتاع أوروبا، إنسان يروح يدخل المكان وين أنه يلقى آلة يا عباد الله، آلة، وراه رايح يحط السيارة نتاعو هو، وعلى باله باللي السيارة راها في الأمان، يدخل هو يحط الهزتيكي هذاك، يسلك بالكارت نتاعو ومع آلة، وراه على باله بروحه باللي راه السيارة نتاعو في الأمان. والهيه راه يجيك واحد بالدبوس، راه بني آدم، وربما يقول لك حتى راه مسلم وراه كذا وراه كذا، لما تشوفه تحس بالرعب، طمأنينة ما كانش، وقادر ربما يكون راهو سراق ولا ركذا،
تخلي السيارة نتاعك تجي تلقاها مكسرة، يدي عليك هذاك المبلغ هذاك نتاع المال، وربما تجد تلقى السيارة نتاعك مسروقة، نحولها البوست ولا نحولها كذا. وشخص هذاك اللي كان هو راهو يزعم من انه راهو يعس فيك ولا راهو كذا، تلقاه ما كانش خلاص. إذن الكارثة تحل باختصار. الآن بعد الشيء هذا اللي رانا قدمناه، كاين مشكلة، كاين مشكلة، كاين خلل كبير راه موجود في المجتمع فيما يتعلق بالموضوع نتاعنا. يا هل ترى الأخ تونسي فيما يتعلق بالنقطة نتاع الخلل، يا هل ترى الخلل اللي الآن راه موجود بحيث هو أنه هذا الخصلة نتاع الوفاء صارت عملة نادرة؟ هي موجودة، ما نقولوش احنا مش موجودة، ولكن صارت عملة نادرة في المجتمع. الخلل وين راهو؟ يا هل ترى الخلل في المسجد، خلل في العقيدة، الخلل في النظام، الخلل في المجتمع، الخلل وين راهو؟ في الإعلام، في وش الشيء اللي وصلنا لهذا الموصل هذا؟ شوف الأخ نور الدين، حنا نهضروا بالعامية، ولكن المعنى تاعنا راه مفهوم ان شاء الله. حنا باش ما نخصوش كيما نقولوا نظام فقط وحده. الخلل في تفشي هذه الظاهرة، يعني العكس تاع الوفاء والعكس تاع العهد هو الغدر والخيانة، هو السكوت تاع الناس المخلصين، سكوت تاع الطبقة المثقفة، سكوت تاع الناس اللي يعلموا. يعني كاين عامة الناس ما يعلموش ويقول لك هذيك هي، ممكن يديرها عن جهل، لكن الناس اللي يعلموا ويخليها غض البصر عليها الطبقة السياسية، لأن الناس كانوا سياسيين الأخ نور الدين في الاستقلال، ومحسوبين على الشخصيات، ومحسوبين على الوطنيين، وسكتوا، ومنهم اللي مازال حي وساكتين على الخيانة هذه، وما بلغوهاش الأجيال تاع الاستقلال. كاين شباب اللي في الثمانينات التسعينات اللي راه دوك 30 سنه 40 سنه ما يعلمش بالخيانات هذه، ما يعلمش بالغدر هذا. منين سبب هذه الشخصيات الوطنيه هذه الساكته على الباطل؟ منهم الاحزاب المعارضه بين قوسين، ما نتكلموش على المحسوب محسوبه في الرذيله، اللي محسوبين على الذل وعلى الخيانة وعلى الغدر، واللي جاوا بالانقلاب، واللي نحاو أماكن تاع ناس منتخبين وماتوا وديو لهم بلايصهم، ما نهدروش على الكلام هذا. الناس هذم هذم خلاص الخلل راهو فيهم، يعني 100% الخلل راهو في الناس. الطبقة هذه اللي حاطة روحها من المتعلمة والمثقفة ساكتين، ساكتين على الحق، ساكتين على التبيان. الخلل في الآئمة والوعاظ اللي خالطوا الشعب، ولو يجيوا انقلابين حتى في الدعاة حتى في الدعوة يفتيوا لك على حسب مقاسك. واش تكون انت يفتيوا لك؟ إلى حرامية حرامية يقلبوا لك خلال، إلى كان انتخابات مزورة يقول لك لا لا، يقول لكم ما تنتخبش راك مت على ميتة الجاهلية، وراك ما بيعتش الرسول صلى الله عليه وسلم. يجيبوا لك تفاسير، يجيبوا لك أحاديث آيات ولي تكون معاك أنت، حتى وانت راك خاين، حتى راك خاين مبادئ نوفمبر وخاين للشعب ومزور الانتخابات ويقلبوها لك حلال. خاينين في جمع الأموال، جمع أموال الزكوات الصدقات، ويدخلوا فيها أمور والعاملين عليها وما يسرقوا فيها، يديروا فيها المشاريع تاعهم، يبنيوا العمارات الشركات. هذا نهدرك على الدعاة ماشي بصفة عامة، لأن بصفة عامة الناس هذوك راهم مهجرين ولا راهم موقفين على العمل. نحوس الناس اللي راهم في المنابر، الناس اللي راهم في المنابر وما يخافوش ربي، واللي يتكلم
ويقول كلمة الحق ضغوطات عليها نور الدين حتى تولي عنده ديبريسيون نيرفوز حتى يدخلوه السبيطار مهابيل. واش داك الهضره هذه تيقولوا واش داك واش ليحك ما عنده ما دخلك بهذا الصفه بهذا الكلام. دوك اللي يتكلم من الناس تاع الصح والدعاة هذو بالحق راسو ينشق ويديروا لك ملف سواء يدزوه لك مزور سواء يديروك برسائل مجهولة سواء يديروك بأي طريقة مهم يحصروك. هذاك الإنسان هذاك هو تكفيري هذاك الإنسان محسوب على الجهة المعينة. هذو الدعاة اللي على المنابر اللي خالطوا الناس كل أسبوع هما استغلوا المنابر هذه وين يديروا فيها الصلاة على الغائب ويديروا فيها الصلاة على كذا وين يدوخوا الناس. حجاج باتوا عندهم قرن زمارة من اللي ماتوا عليه ما رحمته الله. الخلل الأخ تونسي ها أنا أردلك ها والخلل أنا سامحني بقى مركز ما تخرجش بقى مركز ساعة ونخرج نعم فهمت. بعد الشيء اللي بيناه والمعنى تاع الوفاء الحقيقي وحقيقته اللي بيناه لم يكن الوفاء للمبادئ والتضحيات شهداء وكان التنكر الذي هي تبع يعني تابع عليه وانتشار الفساد والسرقة. سرقة والله يا نوردي والله واش نقول لك ما تحوس بزاف ما تتعبش ما تتعبش في البحث على السرقة. حوس برك شوية برك الدور هكذا تلقى السرقة والراي وعاد يغسلوا لهم عظامهم نوردين في الحج أرباب الأموال كل عام راهو في الحج منهم اللي صارحوني يسرق يرشي ويدير رشوة ويدير ريبة ويمدد بورسنتاج ويروح نهار الحج يقول لك نغسل عظامي باش نفاصي الشيء اللي درته راه محتوم عليا الله غالب راه مفتاونا قال لك هكذا والحج للحج والعمرة للعمرة. هذه فيها كلش تسمى الأرباب هذوما اللي حاكمين نعم فهمت. الفساد راهو منهم يعني استفشل الفساد في الأرباب والأرباب يقلبوها على الرعية الرعية كي ما تعطيهش تحقق. شكرا الأخ تونسي. الإخوة والأخوات اللي راكم تتبعوا فينا لازلنا على المباشر نحن نقترب من نهاية البرنامج. الموضوع الثاني اليوم هو الوفاء في الجزائر والتغيير. بإمكانكم هو أنه شاركوا معنا في هذا الدقائق اللي بقات من عمر البرنامج. الإخوة اللي دائما تتصلوا بيا وشراك وكذا والسلام عليكم وكذا بارك الله فيكم ربي يحفظكم وربي يعيشكم خاصة من الإخوة المتابعين للإذاعة نتاع وطني. فقط كملاحظة دائما نعود نذكر من أنه راني نقوم بتسير الأمور بوحدي ولذلك على جل باش ما تشغلونيش اللي يحب يشارك في البرنامج مباشرة يدخل في الموضوع قال فلان من المدينة الفلانية أريد المشاركة في البرنامج تاع اليوم حتى باش نعرفوا باللي راه يحب يشارك معنا. أما الإخوة اللي تتصلوا بيا ما عنديش الوقت على جل باش نرد عليكم باش نتكبر عليكم والله لا لا حاشا ما عنديش الوقت لأنه راني نتكلمكم الآن راكم تسمعوا فيا راني نتكلم وراني نسير في البرنامج وراهم معايا إخوة راهم في الغرفة وراهم كاينين إخوة راهم يتصلوا بيا من مواقع مختلفة ولذلك أنا عندي أسبوع واحدة راني حاطها في لاسوري كما تعلمون رانا نمشيو بالانترنت ما نقدرش انا عندي اسبوع واحدة راني نحرك في الانترنت ما نقدرش انا نتصل بالناس كامل ونرد عليهم كامل في لحظة واحدة ربما كيكون واحد ولا زوج ربما ولكن كيكونوا بزاف ما نقدرش لذلك معذرة. الاخ عيسى من كندا مرحبا بك. الو نعم تسمع فيا تفضل الاخ عيسى نسمع فيك جيدا. أخي عيسى الموضوع تاعنا اليوم هو حول الوفاء في الجزائر بقوا لنا نقطتين. النقطة الآن اللي رانا نناقشوا فيها هي نتاع الخلل. إذا كان كنت تتبع فينا من البداية نتاع البرنامج هاي والله تفضل الأخ عيسى تقدم الميكروفون. المهم السلام عليكم إخواني الحاضرين والمستمعين في داخل الجزائر وخارجها الشرفاء والأحرار. اسمحوا لي انا لم اوفي بوعدي اليوم
ما جيتش على الوقت يعني بصح كنت سمعت فيك الله غير شويه نعطي عذري وان شاء الله تقبلوه العذر تاعي الميكرو تاعي 17 ما فيش مشكله مرحبا بك المهم المهم راني في الخلل دركا نزيد كلمه برك قبل ما قلتهاش انت التحليل تاعك خلاص دركا رانا عرفنا الخلل في الميكروفون خلاص تراك ما وفيتش بالوعد تاعك راهو الخلل في الميكروفون دوك حنا نحوسوا الاخ عيسى الان في الموضوع تاعنا اليوم اللي المتعلق بالوفاء كاين مشكله راها موجوده في البلاد الخلل وين راهو يا هل ترى الخلل في العقيده يا هل ترى الخلل في يعني في الاسره الخلل في المجتمع الخلل في الفرد الخلل في هذ الناس اللي راهم يسوسوا في هذ البلاد الخلل وين راهو كاين مشكل كبير هي المشكل هذا راهو فينا كل الشعب كل يعني كما كنت تسمي فيه بالواحد شعبا وفردا واسره ومجموعه ومجتمعا وكلش فينا هذا الديفو هذا بصح في الجزائر زاد كثر بصح خليني برك راح نزيد زوج كلمات ما قلتهمش قبيل تاع المرور من الغدر باش يخلي الناس تغضب ما قلتش كلمه الزعامه اللي رانا اليوم رانا نشوفوا فيها في هذه الايام في الجزائر كل واحد يحوس فيه روحه باي طريقه ما والله حتى تكون على ظهور الاموات الزعامه وكاين كتم الحقيقه لانه كاين بعض الاشياء لحد الان حتى واذا قريت روايات الناس اللي عاشروها تلقى في تناقض ما تلقاهمش متناسق الحكايات اللي راهم يحكوا فيها يعني حتى الناس اللي ماتوا هذم انا يبان لي في رايي انه تخلصوا منهم لانهم يعرفوا الحقيقه وباغيين يبلغوها للناس ما لا لازم يموتوا هذ الناس يعني كتم الحقيقه والزعامه ثاني من الاشياء اللي ادت الى الغضب بين الجزائريين خاصه دوكا كي نرجعوا حنا في حال المشكله اليوم في الجزائر انا كي نشوف تعود الصداقه يا نور الدين الصداقه تعود بلا ليست واكتب لي اسمك وقول فلان مدلي هذه الصداقه وهذه الزكاه كي تعود الزكاه والله الصداقه لله في سبيل الله لازم تعود عندها بيبليسيتي فلان راهو يمد نهار الفلاني روحوا لا ليست اللي مكتوب فيها يروح يجيب الامانه تاعو بهذا هذه الصداقه هذا راح يديرها ربي قبيل خويا التونسي يحكي عن الحج يدير والرب الناس راح تموت في الجزائر هو راح داير لي 50 ديجا في العشر حجات وداير لي 50 عمره وكل عمره تكلف ما في 20 مليون وضرب هذيك الزوج ملاير هذيك اللي درتها عمره لو كانت تنفع بها يتامى ولا تبني بها دار اليتامى انا شفت رحت للمره الاخرى هذه كاين ديار لم يتغيروا من السبعينات لان مواليهم فقراء ومساكين الدار هذيك هي تا اللي راح تدير الخير ها هو بني له داره الانسان عاجز عنده 17 سنه هو راقد ما تشوفوش ليه وتروح تقول لي ندير عمره يعني المشاكل اللي عندنا في الجزائر هنا عاد مشكل ضمير الضمير راح في الجزائر عاد واحد ما يحس بخوه والمشكل دفينا نروحوا ندفنوا بعضنا هذه رانا مازال فينا كجزائريين دفينا نجريو لبعضنا نقبروا بعضنا بصح باه نعاونوا بعضنا في الحياه ولا نبينوا حاجه اللي تنفعنا ما كانش وهذا راجع لاسباب كبيره انا قلت لك منها البغض والحسد خويا واحد من الجماعه قال قبيل قال انسان تلقاه ما عنده حتى فايده بصح يدير هذيك الحوايج ما عنده حتى فايده يسمى موش قضيه كرسي ولا قضيه ما عنده حتى منفعه ويدير هذوك الحوايج انه ما يوفيش انه يكذب انه يطلع موش داك انت ما المهم قلت قضيه ضمير في الجزائر واحد اللي ما ينظفش حيه واش راح تستنى منه واحد اللي يحرق الزباله نتاعو قدام دارو واش راح تستنى منه واحد اللي ما يبدرش ما يتعاونوش يبنتروا البلوك تاعهم عطاتهم الدوله ويزيد يستنى الدوله هي اللي ترممه له وهي اللي تبنتره له انت يا عجبا يا ربي اساتذه ومتعلمين وكذا ساكنين في بلوك
ما يسيقوش البلوك تاعي من الداخل. في ربعة من الناس ولا ستة من الناس ما درتوش كونسيرج صاحبي يسيقوا البلوك تاعكم. يعني واحد كيما ينظفش قدام داره وش حتسمى من راح يدير الوطن، ما يدير والو الوطن. واحد يشوف قاصر يقولش نعاونوه نشريو له كروسه، هذا وجارنا راحت هذه. يسمى الاحساس بالاخر ما كانش. كل واحد طاق على منطاب، كل واحد ياكل وحده. اخويا انا اعطاني ربي وخلاص باي طريقه. كاين واحد الاغنيه يقول لك اللي يقولوا اللي اعطاه ربي يقولوا الناس الشارع. هكا صار في الجزائر، اعطاك ربي ويقول لك انا اللي درت، انا القادم، انا كذا، انا خريت. هذه هي، هذا هو المشكل بالجزائر. مشكل ضمير، ضمير بالجزائر راح مات، مات الروح الوطنيه ماتت. ما فهمتش كيف راح لازم تحيا هذا الضمير، هذا لازم يتحرك يعود يخمم على الشأن العام اكثر ما يخمم على روحه. هذا ما كان الضمير لازم يفوق، لازم تضربوا هذيك الشوك كورون هذيك شنو يتحرك، ديروا له الشوك هذا كي يبدا يحرك هذيك شنو ينوض هذا الضمير هذا يعود يخمم فيه في روحو اللي حداه واللي قريب ليه. وبعد الجزائر ما كاين خدمة الراديو بعد انا ديجا طما. نعم هذا ما عندي خويا. شكرا الاخ عيسى من كندا. الاخ مولود، اخ مولود الخلل وين راه؟ نعم الاخ نور الدين، الخلل احيلك الى النقاط اللي ذكرتها من قبيلة في التسلسل اللي يؤدي الى الغدر. نعم انا هنا نشوف الخلل. نبدا مثلا في شبهه اللي ذكرتها من قبل، اللي ذكرتها شبهه هذه جاتنا تجي شبهه تكون طغات على بعض الذين تقلدوا السلطه ويتاسس الحكم الجبري، يكون فيه طبعا اغراءات في يعني السلطه والقوه، ثم يكون فيه تهاون. تهاون يعني من اين ياتي؟ يأتي من البطانة. البطانة هذه نقدر نصنفها لك مثلا نقول العلماء، نقول النخبة، النخبة، النخبة تاع السياسة، النخبة تاع يعني الاقتصاديين، يعني كل في كل في كل مجالات. ثم يجي يعني المربون، الأساتذة، حتى الوالدين. لما إنسان ينشأ أسرة ما ينشأهاش على أساس سليم، أنه يلقن الأولاد تاعو الصفات الحميدة ما بينها الوفاء اللي نحن يعني بصدده. ثم احنا ما نستنوش ان هناك كانت هناك بعض يعني المجهودات الفردية، ولكن كانت في يعني في نطاق ضيق، ما كانتش عند يعني الاستجابة ما كانتش قوية. فالاستجابة تكون بالمثل، تكون محدودة، ولما تكون محدودة يعني ما يكونش عنده صدى من الشارع. واش يوقع في يعني في الشارع، واش يوقع يعني في المجتمع؟ يوقع هناك عجز، تعجز. ثم لما يكون هناك عجز فيعني تبدا يعني الكارثة تأتي. ثم يبدا يعني التضليل. باش التضليل بالناس هادو هما اللي راهم حابين يبنوا يديروا النواة هذه ويبداو يعني يربوا المجتمع، لان كي تفسد من الفوق وتحبط الى اخر بيت في يعني في اقصى الحدود الجزائريه، يعني العمل كذلك يبدا من العائله وطلع. انت ما تستطيع يعني العمل هكذا يتبنى يعني بدرجه. لما يكون التضليل فما يكونش من بعد تكون هاد الناس هذه اللي شغل دارت الانطلاقه باش يعني باش تغير، وتكون مع مرور الوقت حست روحها بلي راهي في حلقه مفرغه وما قدرش توجد البديل المتميز اللي تنهض به الامه. هذا البديل المتميز انا نحوس عليه اليوم، اللي يتميز العصر تاعنا تاع اليوم، اللي يتميز التركيبه تاع المجتمع الجزائري اليوم. هنا راهو اللب، هنا راهو الخلل، وهنايا يعني الناس مازال ما لقاتش الطريقه المتميزه اللي تمشي مع طبيعه المجتمع الجزائري اليوم من حيث الإنسان، من حيث الزمان. فهذا الخلل يعني نشوفونه هنايا. هذا ما عندي ما أقول. أخ نور الدين شكرا. الأخ مولود تفضل. الأخ نوري
فيما يتعلق بالخلل. نعم، فيما يخص الخلل لهذا المصطلح المهم اللي هو الوفاء، هو بطبيعة الحال عندما نفتقد الشيء حينئذ نعرف القيمة نتاعو. ونضرب مثال على ذلك، أن الإنسان تقدر تكون عنده ثروة مالية هائلة أو حتى متواضعة، فيقوم بتبديرها ويضيعها كما نقول إحنا. فلما تضيع منه ذاك الثروة، ثم عادي واللي يفكر ويعرف القيمة نتاع الثروة هذيك المالية اللي كانت عنده. نفس الشيء بالنسبة لصحة الإنسان، إنسان قد ما يعرفش القيمة نتاع الصحة إلا لما تضيع منه. نفس الشيء بالنسبة للوقت، نفس الشيء بالنسبة للشباب، أو يعني لأمور أخرى كثيرة. فكذلك بالنسبة للأخلاق المحمودة ومنها الوفاء، الموضوع الذي نحن بصدد الكلام عنه، ما نعرفوش القيمة نتاعه إلا ضاع منا. وهذا ما نراه الآن، وهذا ما هو موجود في مجتمعاتنا، وحتى في المجتمعات الأخرى، يعني خارج المجتمع الجزائري، الكل يعاني من هذا المصطلح اللي هو الوفاء، حيث أنها افتقد من الشخصية الإنسانية، من النفسية الإنسانية، وأصبح الإنسان يعاني نفسيا. وعندما نقول إنسان يعاني نفسيا، المجتمع كله يعاني نفسيا، يعني يتألم عندما نقال يعاني، يتألم نفسيا وهو لا يشعر من أين هذا الألم. لماذا؟ أنا الآن نجون ذكروا الخلل. فعندما نرجع الخلل، لماذا هذا الألم، ولماذا وهذا يعني هذا الافتقاد لهذا للوفاء، هذا يرجع إلى أمور يعني ربما لها جذور بعيدة المدى نوعا ما. ولما نرجع إلى التاريخ، يذكر كل إنسان لما يبحث يعرف أنه كان سابقا في القرن 18 يسود بما يسمى بالنظام المثالي. وهذا النظام المثالي الذي كان من أشهره الفيلسوف هيجل على سبيل المثال، كانت الناس تعتني بالمعنويات أكثر من بما هو الماديات. كانت لها معنويات تهتم، يعني الإنسان يقدر يتكلم لك في المعنويات ويعيش معنويات لشهر كامل في جبل أو في غار أو في بحر، أو ولا يهم الماديات. ثم هذا النظام المادي يعني كما من بعد الوقت أصاب ملل، ويعني الحط ومشى وانكسر. يعني تعرفوا لكل نظام له بداية ونهاية، وحل محله النظام المادي المعروف الذي كان من بينه العالم والفيلسوف المادي ماركس. هذا النظام المادي الذي أعطى القيمة إلى المادة أكثر من المعنى، من الأمور المعنوية النفسية، أصبح الإنسان يسعى وراء المادة، وكأن الحياة الحقيقية والحياة المرتاحة هي عندما تكون لك فيلا وسيارة من النوع الرفيع، وتليفون آيفون من النوع الرفيع، وزوجة شابة من الصفات العليا، ويعني أصبحت الأمور تتمثل في المجتمع على الأمور المادية، وأهمل الجانب المعنوي. فعندما نقول أهمل الجانب المعنوي، تهمل هذه الخصال اللي هي الوفاء، الإخلاص، الاستقامة، الصراحة. يعني يصبح الإنسان يجري وراء المادة ويستعمل كل الخصال المدمومة اللي هي الغدر والخيانة والكذب والافتراء للحصول على الأمور المادية. هاي كيفش مرينا لهذه المرحلة. وبالتالي يعني في كثير من الأحيان نشاهد الآن في الوقت الحالي في المجتمعات اللي هي موش إسلامية، المجتمعات الغربية، نشاهد أن هناك مسؤولون، سواء مسؤولون في السياسة أو غير ذلك، يريدون إحياء بعض الخصال المعنوية من خلال ممارساتهم في، نجد أن مثلا وزير أو رئيس حكومة، كما رأينا مثلا في كندا، مثلا رئيس الشعب للحكومة لما نجح يمشي يسلم على الناس في المترو، أو وزير مثلا رئيس الحكومة في هولندا يذهب إلى العمل بالدراجة، أو مثلا رئيس الحكومة مثلا كامب ديفيد مثلا يمشي في المترو.
يعني يريدون إحياء من جديد هذا الخصال المعوي. لماذا؟ لأنهم عارفوا المعنى نتاع الحقيقي في المجتمع. والآن إحنا لما نتكلم على المسلمين والإسلام، إذا نظرنا له بالمنظور العقلاني الموضوعي المنطقي بالفكر التنويري، ليس بالتجمد والتعصب والزعامة، هذا لا يؤدي إلى شيء. نجد أنه هو الوحيد الذي منه تنبعث مكارم الأخلاق التي تمكن أن تسود توازن ما بين النظام المثالي والنظام المادي ونمشي في الوسط. نعم. يعني أنا أرى الخلل هذا هو اللي بصفة عامة. نعم، شكرا للأخ نوري. فيما يتعلق بالنقطة هذه نتاع الخلل، أنا نشوف فيها متعلقة بالقضية نتاع العقيدة، خاصة للمسلمة، ما نحكيوش حنا على الكافر. بالنسبة للإنسان المسلم، القضية هذه نتاع الوفاء متعلقة بالعقيدة، لأنه الإنسان المسلم المعروف عليه هو أنه لا يكذب، ما يغدرش، ما يخونش، ما يتعداش على حقوق الناس إلى غير ذلك. لكن لما يصرى له خلل في العقيدة نتاعو ما يصيرش. ربما ذوك يقولك الإنسان والإنسان الكافر، أن الإنسان الكافر لا أقصده في الموضوع نتاع اليوم نتاعنا المتعلق بالقضية نتاع الوفاء. لأنه هذا الإنسان الكافر تلقاه ربما هو لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر، ولكن هو راه عايش في مجتمع تحكمه قوانين، تحكمه قيم، ومع ذلك تلقاه وفي لهذه القوانين ووفي لهذه القيم. بينما الإنسان المسلم إذا كانت خربت العقيدة نتاعو راح خلاص، راح. ربما يقول لي مال هذوك الإنسان يصير كافر، نو لا 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 لا. الإنسان المسلم إذا تخربت العقيدة نتاعو راح. لماذا؟ لأنه هذيك الأشياء اللي كانت هي راها ربما منعاته هي العقيدة. على باله باللي الكذب حرام ما يكذبش، على باله باللي السرقة حرام ما يسرقش، على باله باللي الغدر حرام ما يغدرش، وإلى غير ذلك. لما تتمس العقيدة نتاعو يولي له هذا كل شيء مباح، يعني يولي يسرق، يولي يغدر، يولي يكذب، يولي يرشي، يولي يرتكب كل شيء، يرتكب كل الموبقات. إذن لما تتمس العقيدة نتاعو خلاص يولي كل شيء له مباح. هذه فيما يتعلق أنا بالنقطة نتاع الخلل. لا شك لما نجيو احنا للتفاصيل في الموضوع هذا نتاعنا نتاع المتعلق بالوفاء، لما نجيو احنا للتفاصيل نلقاوها، نلقاو المواطن راه هو مشارك، نلقاو الناس اللي راهم في السلطة راهم مشاركين، ولكن كلها محورة حول هذه النقطة هذه. الإنسان اللي راه هو لا يؤمن بالله ويؤمن ولا يؤمن باليوم الآخر موش مسلم. هو ربما راه عنده قيم وعنده قوانين اللي راه تحكمه، بينما الإنسان المسلم إذا تخربت العقيدة نتاعو راح. تلقى الوفاء تلقاه في اليهود، تلقاه في المسيحيين، تلقاه في الملاحدة. بينما الإنسان المسلم اللي هو فيه الخلل هذا أنه ما يوفيش بالعهد، هذا عنده خلل في العقيدة نتاعو، عنده خلل في العقيدة نتاعو. تلقاه إنسان مضطرب، راهو صباح مسلم والعشية كافر، عنده اضطراب في العقيدة نتاعو، تلقاه مش ثابت. هذه فيما يتعلق بالنقطة هذه نتاع الخلل. أعتقد هو أنه أخونا سمير من أمريكا راهو جانا في نهاية هذا البرنامج، نحاول هو أنه نعطيه له يدير مداخلة. الأخ سمير، نحن في نهاية البرنامج، رانا في النقطة نتاع الخلل، إذا كان تتفضل تدير مداخلة باش نختموا البرنامج. هلو هلو. نعم، بارك الله فيك. نعم، تفضل أخ سمير. شكرا أخ نور الدين، شكرا أخ نور الدين، تحية للمستمعين والمشاركين، بارك الله فيكم. شفت ماركيت واحد النقاط هكا في الخلل. نذكر قبل الأخ نور الدين واحد القصة كنذكروها ربما سمعنا بها، أنه
وفي الجاهليه زمان يحكوها ما نعرفش الصدق تاعها ولا الخطا تاعها، انه واحد كان حكم عليه النعمان، نعمان ذو نسيت الاسم تاعو، بنو ذي يزن اظن هكذا اسمه. المهم هذا قاضي من القضاة ولا حاكم من الحكماء تاع العرب زمان، حكم على واحد انه مثلا يموت، انه يموت، فكان عليه انه يؤدي دين او لا ادري شيء هكا، كان لازم يتحق بالقبيله تاعو. فقال له كي استاذن انه يروح، قال له ما نقدرش غير ولا تشوف واحد في بلاصتك هكا، يعني يحط رقبته في بلاصتك، لو كان ما تجيش انت نقطع له رقبته. فاذا به يجد واحد انسان قبل انه يعني يدير هذا الديل ويتفاهم معه على هذا الاساس. فهذاك الاخ يعني الانسان هذاك اللي راح للقبيله تاعو وفى بالعهد، ولو انه عارف انه راح الرقبه تاعو تتقطع هكذاك، وعاود ولا للحاكم النعمان هذا وكشف الوفاء تاعو والضمان تاع الرجل العربي الاخر، فسمح له وكلاهما يعني اثر غريب واخلاق عظيمه جدا. فالوفاء وزنه كبير جدا، يعني حتى لو تنحي الدين تلقى الناس جهال يعبدوا الحجر والشجر او ربما ملاحده كما قلت، وتلقى عندهم نماذج رائعه من الوفاء. ويكفي ان الحيوانات تفي كما تفضلوا الاخوه واشاروا فضلا عن الانسان. فنقول انا الاخ نور الدين، راك تسمع فيا؟ نعم. الو؟ نعم هاني نسمع فيك الاخ سمر، تفضل. شكرا. انا نقول من الخلل هو غياب دور المنظومه التربويه في الجزائر. المنظومه التربويه نقصد بها الاسره أول خالية لتربية الفرد الجزائري، المدرسة في الدرجة الثانية، والمسجد كذلك في الدرجة الثالثة. فهذه المنظومة لتربية الفرد وتنشئه على أن يكون مواطن صالح أو يكون مواطن تستفاد منه البلد تاعه، وهو كذلك يستفاد أنه يكون مواطن فيها، ما تأديش الدور تاعها. فلما تتعطل هذا المنظومه هذه فاكيد راح يخرج ناقص هذا المواطن او هذا الفرد، راح يخرج ناقص وما يكونش العطاء تاعو، وراح ينعكس ذلك قدر تقصير في هذا الجانب، هذا جانب المنظومه التربويه. الخلل الثاني نقول انه غياب القدوه. ما عندناش يعني قدوه اللي يشوفوها كما كان الأخ نوري يذكر، واش حنا نشوفوا في المواقع هذا الاتصال الاجتماعي الفيسبوك، نشوفوا دي فيديو تاع بريمي مينيست رؤساء حكومات، هذا واحد في الفيلو وهذاك راهو مثلا في القطار، والاخر راهو يخدم تاكسيور برك باش يسمع انشغالات المجتمع، ومنا ما على بالناش ولا داروها هما حملة إشهار لهم ولا لا، ولكن هذا هو دور الحاكم تاعنا من المفروض ما يديرهاش هذيك يا خدمته. ولكن هذا هو غياب القدوة في الوفاء، هي كذلك خلل، ما تشجعش الناس على أنهم يقتديوا به. الخلل الثالث تضيع الأمانة. الأخ نور الدين، تضيع الأمانة في واضحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قل إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قالوا يا رسول الله وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني كيكون الحكام خوانة، حكام غير أمناء، الحاكم الذي هو غير أمين، يعني ما راهوش يتصف بالأخلاق الحميدة. وحنا ذكرنا ان الوفاء هذا خلق من الاخلاق الحميده، فراح ينجر عن هذا المسؤول الخائن الغير امين، راح ينجر عنه كل صفات او كل مواقف او كل
العادات السيئة اللي راح ينشرها في فترة الحكم تاعه أو في الفترات اللي يحكم فيها. كذلك من خلل هو طمس رموز الوفاء في الجزائر. نور الدين نقول طمس رموز الوفاء بالتشويه، إما عبر الوسائل السمعي البصري أو بطرق أخرى، أو في الكتابة في الجرائد، أو توثيق تاريخ مزور. هذا هو يشوه الناس حتى يعيش الإنسان المواطن البسيط، يشوف واحد يكون يسمع عليه أنه مثلا عنده صفة حميدة أو بطل، يشوفه بطل، فإذا به يلقى واحد أخر يقول عليه لا عكس ذلك. وهذا التذبذب يخلي الإنسان يشك في كل حاجة، يعني ولا الإنسان تمثله البطل تاعه وش يبقى له، ما هذاك وش عنده، هذاك هو القدوة تاعه. وبالمقابل يمجدوا الخوانة وربما تقديسهم، نعم، يعني حتى إلى تقديسهم. هذا هو حبيت نقول. نعم. نور الدين بارك الله. شكرا الأخ سمير من أمريكا. الأخ تونسي في نهاية هذا البرنامج، بقت لنا نقطة، كيفاش على جال باش نغرسوا هذا الخصلة ولا نعاودوا نرجعوا هذه القيمة هذه في المجتمع نتاعنا. كاين ناس راه من الآن يناديوا بالتغيير، سواء أحزاب ولا جمعيات ولا حركات يناديوا بالتغيير. هل ترى بالغدر وبالخيانة وبعدم الوفاء هو أن نديروا التغيير؟ كيفاش على جل باش نديروا التغيير في البلاد؟ وكيفاش على جل باش حنا نكونوا أوفياء، نكونوا أوفياء لهذا الشعب، نكونوا أوفياء للضحايا نتاع الشهداء، للتضحيات نتاع هذ الناس اللي راهم هما ضحاوا عبر السنين؟ كيفاش على جل باش نعاودوا نرجعوا هذا الخصلة في الجزائر؟ تفضل، وش هي يعني الميكانيزمات اللي نقدر نرجعوا بها؟ بارك الله فيك الأخ نور الدين. في خلاصة هذا الحوار عن الوفاء، لابد من استرجاع الخصال نتاعو في الفرد اللي ينتمي لهذا المجتمع الجزائري. أول فرد هذا وراه متكون في الأسرة. أول شيء اللي نقلبوه خصال في الأسرة ما بين الأب والأم، ما بين الأب والأم والولاد، أنه الأب ما يكذبش على أولاده، أنه الأب كي يروح يخدم يدير الضمير تاعو الحي هذا وتاع الخصلة هذه تاع الوفاء، أنه ما يجيبش مال حرام، أنه ما يغشش في الخدمة تاعو، أنه ما يغدرش. إذا كان المعلم غدره ما يغدرش، هو ما يقلبش بالمثل، إنسان يترفع، أنه يحاول يوكل غير أولاده الحلال، يوكل أولاده الخير، حتى يكتب عند أولاده وعند المرأة تاعو باللي صديق، باللي إنسان وفي بالعهد تاعو، عنده كلمته، الأسرة تشهد له باللي عنده ولاد عنده كلمته. هذاك الشخص هذاك يولي الأولاد تاعو رايحين يتحلوا بالصفة تاع بويهم والصفة الحميدة هذه يتربوا عليها، وبها ينتقلوا إلى المدرسة. المدرسة المعلم لازم يغرس في هذا الأولاد هذا الخصلة تاع الوفاء، وهذا الخصل النبيلة هذه تاع العهد، أنه كي يتكلم معهم ويعطيهم عهد يوفي به، ما يكذبش عليهم، حتى يتكتب عندهم بلي كذاب، ويولي التلميذ يدير كيما دار المعلم، يكذب ثاني ويغش. في المدرسة تطلع المؤسسات الأخرى الجامعات نفس الشيء، المعلم هو كاد يكون رسول بالخصلة هذه، ويدي صفة الأنبياء، أنه وفي بالعهد تاعه، أنه وفي بالكلمة تاعه، أنه وفي بالإخلاص في العمل تاعه، في التعليم. الأولاد هذا من يجيوك قريهم وعلمهم من قلبك، وعلمهم بالإخلاص تاعك، حتى تكتب من الشهداء ومن الصديقين. زيدوا نمشي ونطلعوا فوق للأئمة والدعاة اللي راهم حاكمين المنابر، راكم وراثاء النبي عليه الصلاة والسلام في المنابر هذه، راكم أوصياء في المنابر هذه. الناس يجيوكم كل واحد عنده الجراح تاعو، كل واحد عنده مشاكله، توما يتألفوا بين قلوبهم، توما يديروا الرحمة
ثم الخصلة هذه تنميها ثم وتبان عليك أنت كإمام وتبان عليك أنت كداعية، عندك إنسان صادق وفيك الصفة هذيك ويشهدوا لك هذوك اللي يصليوا من وراك بالإنسان مؤمن، توفر فيك صفة الإيمان، وراهم يصليوا من وراك دكاترة وأطباء سياسيين ورجال أمن إلى غير ذلك. أي إنسان يقصدك للمسجد راه فيه خير، حاول تغرس فيهم هذا البذرة هذه تاع الخير وتنشرها ما بيناتهم، ورانا نشوفوها، رانا نشوفوها بعينينا كيف الإمام كيعود مخلص كيف يأثر في المجتمع. ترجع للطبقة السياسية، هذه الطبقة السياسية هذه المحسوبة بالوفاء تاعها، ورا من المشاريع اللي وعدتوا بهم، وعدتوا بهم الشعب في الانتخابات وما وفيتوش بالعهد تاعكم، ووعدتوهم بمشاريع، وعدتوهم قوانين في الدستور في كذا في كذا، ولكن خنتوا بطريقة أو بأخرى، ما وفيتوش بالعهد تاعكم. توجهوا للناس وطلبوا السماح لعلهم يغفروا لكم، لعلها تولي لكم الخصلة هذه. قال هذا إنسان صح غلط وهو استغفر للذنب تاعو، هذا إنسان وفي. هذا الناس اللي راهم حاكمين الأمن تاع الناس تاع الرقاب، ولولا الخصلة هذه إن شاء الله نتحسبوا عند ربي إن شاء الله، ما قدرنا نوفيوا العهد اللي يتكلمنا عن الحق باش نقولوا الحق. كم واش خوف تاعنا من ربي سبحانه وتعالى، ممكن ما قدروش تكلموا معاك نور الدين، لكن العهد اللي ما خلناش باش نتخلاو على الوفاء تاعنا وعلى العهد اللي مديناه انه باش نصلحوا البلاد، والهدف تاعنا هو الاصلاح، اصلاح الامه واصلاح الخلل هذا اللي جا في الجزائر، هذا هو الهدف الاسمى تاعنا، نصلح ما افسده الغير ونحاول نبين الحقائق وما هي الشهادات تاعنا اللي رانا نديروا فيها الا لتفادي امور ممكن تحدث في المستقبل ولتجنب مآسي واحدة أخرى توقع للناس ما اللي ما وقعت لهم كما وقعت لنا احنا. هذا هو الشيء اللي خلانا نتكلموا الحقيقة ونديروا الشهادة تاعنا، وهذا هو الشيء اللي خلانا نتكلموا في الإذاعة تاعك. نعم. ما عندناش منبر واحد نتكلموا فيه. نعم، مرحبا بك في كل وقت وحين الأخ تونسي، بارك الله فيك، راك فتحت لنا الدار تاعك. نعم، ونشهدوا لك بإذن الله تعالى، وما شهدنا إلا بما علمنا، شاهدناك بالوفاء، شاهدناك بالإخلاص، شاهدناك إن شاء الله بالصدق نتاعك، الله يبارك، شاهدناك بالوفاء للأسرة نتاعك، وحليتنا الدار نتاعك، وراك تصرف من الجيب نتاعك، وربي يجعلك ميزان الحسنات. آمين. وهذه هي السمة الخاصة اللي راي فيك، الله يسلمك، وما عندكش زوج وجوه، صح متشدد لكن في الحق تضرب للوجه لكن في الحق. كيفاش متشدد هذا؟ اسمع، ما عندكش مجاملات، ماني متشدد، ما والو، ربما يشوف واحد هكذاك مراته وانك تقول الانسان تقول تاع الحق نور الدين يغيظ الحال، نو دوك شوف يغضب للحق، متشدد فاش دوك مثلا مرات تلقى مثلا انسان متطرف يقولوها متطرف، فاش متطرف دوك، انا كي نقول دوك انا مستعد على جال باش نتحاور، ها والتوفيق يخي نحاور، راهم يقولوا نحاور، انا مستعد باش نتحاور معاه، وين راهو التشدد؟ مستعد باش نتحاور مع درودكال، مستعد باش نتحاور مع طرطاق، مستعد باش نتحاور مع الناس الكل من اجل انقاذ الجزائر، وراه التشدد. المشكله وين؟ المشكله وين؟ هو شوف، ربما الصراحه نتاعي زايده فوق اللزوم، هو انه كاين ناس اللي جبناء ما يقدروش يقولوا الحقيقه، كاين ناس اللي يضربوا في الظهر، ربما تضرهم هذه الصراحه، يضرهم هذا الصدق، من بعد يقول ماني لا متشدد ولا هم يحزن. تسمع الموسيقى الراقية، تسمع انت الأم كلثوم، وتسمع المحمد واسمه عبد الوهاب، وتسمع الناس الكبار العمالقة نتاع الفن، وين راهو التشدد هذا؟ وين راهو التطرف؟ احنا ماناش نحوسوا، ماناش ضد الفن، ضد احنا نحوسوا على الفن الراقي، نحوسوا على جل باش نخدموا البلاد نتاعنا. غايضتنا دوك لما تشوف انت دوك كافر بالله،
كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر وفي تروح انت تشري من عنده التلفاز يعطيك غارونتي فيها عامين بعد ست شهور يفسد لك التلفاز تديه له يعطيك تلفزيون جديد كافر واحد مسلم داير لك لحيته فيها 600 طرات والعنبر تشمو تشمو من غابة الأمازون وتروح ليه تشري من عنده حاجة هي تسوى 4 دور وهو يبيعها لك ب 12000 وين راهو التشدد هذا وين راهو حنا نحوسوا على الحق حتى اذا كان مع الكافر ونتيريو له الشابو ورانا ضد حتى هذاك الانسان اللي يطرح بلك بالدين نحوسوا على الحق هذا مكان وهذا الناس اللي راهم درك في السلطه حنا علاش ننتقدهم ننتقدهم لانه راهم هما اللي راهم في الواجهه راهم في الواجهه راه المسؤوليه عليهم هما راه المسؤولية الكبيرة والعظمى عليهم هما إذا كان راه مشاكل حنا على بالنا باللي المواطن راه هو مسؤول على هذا الدمار اللي حل بالبلاد وعلى هذا الدمار هذا جا من الموزمبيق جابوا شعب الموزمبيق منين المواطن الجزائري راه هو مشارك في هذا الدمار اللي حل بالبلاد دوك حنا لما رانا نحكيو على الوفاء نحكيو على المواطن الجزائري المواطن الجزائري هذا راه قادر يكون مسؤول وكما قادر يكون هو مغلوب على امره لكن احنا رانا نحدوا في الخلل لما يكون في النظام نقولوا في النظام ولما يكون في المواطن نقولوا كاين في المواطن ونتبعوا الحق وين راهو وين ما شفنا الحق نتبعوه نشوف انا راهو الاخ تونسي راهو غالط في مسألة نقولوا راك غالط نقول له راك غالط ولما هو يكون على الحق نقول له راك على الحق فيما اعتقده شوف الحق ما علي بالحاجه نقول له ايه راك مع الحق نشوفه مع رضا مالك نقول له ايه راهو على رضا مالك نشوفه راهو مع سعيد سعدي كائنا من يكون هذا الشخص فيما اعتقده والانسان اللي بين لي بالليل العكس يتفضل مرحبا به ها هو ذاك النهار مثلا هذه المسألة فقط احنا الآن رانا نتحدث في الموضوع نتاعنا على الوفاء ورانا الآن في النقطة نتاع الخلل ها هو ما عندها يومين والله 3 أيام كنا نتحدث قبل ما يدفنوا هذا يتحمد ها من الإخوة راهم يتبعوا فيا تحدثنا في أشياء تحدثنا فيها أون بريفي ما تحدثناش على العام كاين أشياء اللي قلناها على العام سمعتها الناس الكل وكاين أشياء اللي تحدثنا في مجموعة كنا بيناتنا كاينه اشياء اللي ربما تحكيها الواحد ما يامنهاش لما يشوفها في التلفزيون ويشوفها على ارض الواقع يقول لك والله غير صح والله كاين منها اذا احنا انا لو للتعيين اللي باللي انا راني على ضلال قنعني يا خويا مرحبا بك تفضل كائن من تكون علماني اسلامي وطني ديمقراطي تأمن بالخرشف تأمن باللوبيا ما يهمنيش المهم بين لي باللي راني غلط قنعني لكن لما هو انك تكون انت على ضلال مبين انا ثاني نبين لك بالدليل ويلا ارواح على المباشر كائنا من تكون ويلا ارواح نتنافسوا وارواح نفيدوا شعبنا نفيدوا يا سيدي الحاجه اللي نشوفوها تصلح بالشعب نتاعنا نخدموها اما هذيك المسألة نتاع تخويف الناس وهذيك المسألة نتاع التشويه ونتاع ترهيب الناس ونتاع منع الناس على جل باش الناس ما تعرفش الحقيقة هذيك فات الوقت نتاعها احنا دائما انا في دائما في بداية البرنامج نتاعي وفي دائما في بداية الحوارات نتاعي دائما نتوجه للشرفاء الشرفاء وين ما كنتوا كنتوا في المخابرات كنتوا في الجيش كنتوا في الشرطة في الدرك ما عندنا حتى مشكلة معكم تما راكم خاوتنا ما عندنا حتى مشكلة معكم احنا رانا فقط ضد المفسدين هذ المفسدين علاش يخافوا يخافوا منا لماذا ويخافوا من الحقيقة هو انه تسطع لماذا لانه يديهم من التخين الانسان اللي راهو صافي منين يخاف ولكن وين راك رايح وين راك رايح تروح لربي الا ما تفضحت خايف درك هو انه يفضحوك الناس درك وغدوه قدام ربي ربي ماكش داير له حساب اذا كان راك مسلم اذا كان راك عندك عقيده صحيحه صفي حساباتك درك قدام ربي
ماك مش تشوفوا قدام عينيكم، هاك تشوفوا قدام عينيكم الجنرال توفيق يخلي الناس باش يروحوا من بعد يروح يشوف. لو كان جيت راجل وتلبس السروال، لو كنت خرجت في وضح النهار ويلا امشي قدام الناس وروح شوف واسمه حسين اي تحمد، علاش تقعد حتى ال 12 وعلى الواحدة تاع الليل وتروح؟ لانك علاش خايف لي يرجمك الشعب؟ منين تخاف؟ لو كان جيت ماكش خادم هالطوابق منين تخاف؟ خطر على بالك بروحك باللي راك خادم هالطوابق، بالتالي تخاف من الوضوح. هذا الناس يخافوا من الوضوح، يخافوا من الضوء، يخافوا من الشمس، يخدموا في الظلام مثل الوسمو الجنون والشياطين. نفس الشيء سيرة تاع الشياطين وسيرة تاع الجن، يخدموا في الظلمة، ما يحبوش الوضوح، ما يحبوش الشمس. احنا ما راناش ضد المخابرات كمؤسسة، راني قلتها بالصوت وبالصورة وراها منشورة، ما ناش ضدهم كمؤسسة. والله احنا رانا نقول لهم خدموا بانو يا اخويا، انت المهم نتاعك هو انك تخدم في السر، اخدم في السر على روحك، ربي يعاونك. ما تظلمش خاوتك برك، هذا مكان ما تظلمش خاوتك، ما تروحش تدير لهم ملف نتاع ابتزاز وتبدا نتا توسي فيهم. وما راناش نحوسوا احنا على جال باش قال راه تصفية حسابات، والله لا، رانا نحوسوا نصلحوا البلاد. وما ناش احنا اللي نقولوا باللي احنا رانا نجيو قادة عليكم، والله يا ورواحوا نتعاونوا. يا وقلت لكم مش حال من مرة راني نعلق لكم لي زافيش الا قبلتونا، ماني نحوس، لا مستعد باش نمضي لكم عقد. ما نترشح لا اللجنة نتاعي ولا البلدية ولا البرلمان، ربما كاين بعض المرضى يقول لك باللي راهو يحوس على كذا، يا ونمضي لكم، هاني نتكلم فيها وراها مسجلة، نمضي لكم. انا نحوس على جل ربي، حوس على جل ربي يرضى عليا فقط، هذا مكان راني نعمل، راني نجتهد، وكاينه اشياء راهو غير اللي راهو على باله بيا وعنده علاقات خاصه بيا راهو على باله بها، ما نحكيش بها. خايف من الزوج هذاك اللي قتلته في الواد، زوج ماشي عباد، خايف غدوه ربي يحاسبني عليه، وراني نعمل على جل باش ربي يتجاوز عليا. وانتوما شعب كامل قتلتوه ونورمال عادي، راكم على الحق المبين. لا اله الا الله. تفضل الاخ تونسي. بارك الله فيك الاخ نور الدين، وربي يأجرك ان شاء الله وربي يواسيك. المهم هذه هي اللي قلت لك عليها انا، وكل انسان اللي ما يخافش من ربي يخاف من الحق. وانت انسان معروف عليك تاع حق، شهدنا عليك انك تأجر اي انسان مظلوم وتمشي مع الحق مهما كان وفي اي جهه كان، وما عندكش دبل فاص، ما عندكش زوج وجوه. احنا ماش دوكا رانا نمدحو فيك، حتى المدح ولا الذم ما عنده ما راح يدير لك، الميزان راهو عند ربي. هذه الخصله هذه الحميده هذه وهذه الخصله اللي رانا تكلمنا عليها تاع الوفاء هي ترجع اكل للدعاة المنابر، ما دام راهو رانا مسلمين. هذا الوفاء وهذا الصفه هذه تاع الله سبحانه وتعالى، والمسلم يتصف بها ليرتقي باش يطلع. شكون اللي ينعتالو؟ ينعتالو الامام، ونعتالو الداعيه، ونعتالو الشيخ في المساجد. وزيد الوسيله الاخرى اللي باش تصلح باش تغرس هذا البذره هذه اللي غرسوها جدودنا وغرسوها امهاتنا مع الاميه نتاعهم ومع الجهل نتاعهم، ومش قارين ومش مثقفين، لكن النيه نتاعهم والاخلاص نتاعهم غرسوا في نفوسنا خير، وصونا قالوا لنا اخدموا الخير مهما كان، ليش تمد الفيزا تاعك؟ هكذا وصونا. احنا هذه الميزه الصفه هذه ان شاء الله نتحلوا بها قد ما قدرنا وقد ما وصلنا لها ان شاء الله. الناس الجهه الاخرى ثاني اللي عندها مسؤوليه كبيره كبيره بزاف امام الله سبحانه وتعالى، هذه الوسائل الاعلام هذا اللي كانوا محسوبين على جهة معينة اللي كانت تفسد في هذه الخصلة هذه والخصال هذه الحميدة هذه، واللي كانت تنشر في الفساد، تنشر في الكذب، تنشر في التبلعيط، تنشر في الأحقاد، حتى ولو الناس يقتتلوا في بعضهم، وتزرع الأمر
ما بين الملاعب، ما بين كرة القدم، حتى ولايات، حتى بلدية بعضهم ولاو يتناحروا بالسيوفة من سبب هذا الإعلام الفاشل، هذا الإعلام المضلل اللي فرق تسد بين القبة والحراش، بين الحراش ولوساندي، بين العلمة وسطيف، بين البرج وسطيف، بين وهران من عرشكون، قلبوها قبائل، قلبوها ولايات متناحرة. الرياضة اللي هي تنفس وتقلب كما قررون العقل السليم في الجسم السليم، قلبوهم قبائل تتنحر. وهذا مع البيش وشكون يسميهم تاع ثعالب الصحراء والمقاتلون وما عارف شنو، قلبوها حرب، وهي حرب نفسية تغرس في الجيل هذا. الأخ تونسي أصبرني برك، الأخ تونسي على ذكر الرياضة برك، فقط نستغل الفرصة مدام الإخوة راهم يتبعوا فينا الإذاعة نتاع وطني. المهم الإخوة والأخوات، ننوي على جل باش نقدموا خدمة للبلاد في إطار المشروع نتاع المصالحة هذا اللي رانا ناضلوا له منذ سنوات، هو أنه نحاوسوا نديروا دورة تورنوا في كرة القدم. كاين كثير من الشباب الجزائري مهتمين بالكرة نتاع القدم، وربما في رياضات واحدة أخرى. احنا في البداية هو أنه نبدأ بكرة القدم. إذا كاين إخوة يهمكم الموضوع، نحاوسوا نديروا تورنوا في كرة القدم ونعطيوا لها اسم قال مثلا دورة نتاع واحد من ضحايا المأساة، والله واحد من الشهداء، قال دورة العربي بن مهيدي، دورة بوضياف، دورة أي تحمد، دورة كذا، وتكون فيه كأس هذه كأس المصالحة، نديروها في الجزائر. احنا اللي كنا الشرف على جل باش نديرو هذا الكأس هذه وتولي وطنية ولما لا دولية، نختاروا لها فيما بعد إذا كانت تبناو الناس الجزائريين والجزائريات هذا المشروع وعملوا له، ان شاء الله نوصلوا هو انه نبثوا في السلام في العالم. هذا هو الهدف نتاعنا، نحوسوا الناس تعيش بامان وتعيش بسلام، نتعاونوا على جال باش نطيبوا الخواطر نتاع بعضنا البعض دون استثناء. قال سيدي الدوره نتاع هذاك وش اسمه جلال اليابس، دوره نتاع طاهر جاوت، دوره نتاع حشاني، دون استثناء. يعني كل مره نديروا دوره تحمل اسم نتاع واحد من هذا الضحايا نتاع المأساة، من الناس اللي ظلموا تهمشوا في التاريخ، دورة نتاع مصالي الحاج، دورة نتاع فرحة عباس، دورة نتاع واسمه شعباني، وهكذا نديروا دورات رياضية، نديروا أيضا واسمه مسابقات في الأدب في الشعر، سهرات فنية في الفن الملتزم هذاك، على جل باش نساهموا باش نطيبوا الخواطر نتاع بعضنا البعض. وراني ننوي ان شاء الله خلال العام هذا على جل باش نزور بريطانيا. اذا كان فيه اخوة يهمهم الامر اتصلوا بيا سواء على السكايب ولا عن طريق الفيسبوك، على جل باش ان شاء الله نلتقيوا ثم وباش نعملوا لهذا المشروع نتاع المصالحة. تفضل الاخ تونسي. بارك الله فيك الأخ نور الدين، ومبارك إن شاء الله، أي عمل فيه خير فهو مبارك، يعني ما إنسان ما يتخلفش عليه. إذا كان يشوف فيه باللي هو راح يقدم شيء للبلاد في أمر المصالحة وأمر الإصلاح، يبارك على ربي إن شاء الله ويتكل ويروح إن شاء الله. وحتى يعني الرياضة ما تطلبش يعني حوايج بزاف، يعني الرياضة هي كما نقولوا لغة الشعوب الحية، لغة المحبة، لغة التآزر. اللي نعرفه الرياضة النبيلة، الرياضة ماهيش تاع الرياضة اللي راهي فيها دوك. انت 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 دير لنا دورة في الجيدو. انا شوف بإذن الله تعالى انا غدوة صباح نكتب بيان ونديروا فيها دورة تاع المصالحة في الجيدو ودورة تاع المصالحة في الكاراتي. هاي بارك الله فيك، ربي يحفظك. في ولاية سطيف. ربي يحفظك. غدوة نعلنها بإذن الله تعالى. ربي يحفظك إن شاء الله. هاي يا سي تارك تهدر وأنا راني خطط. هاي بارك الله فيك. يقول لك الفضل للمبتدئ وإن أحسن المقتدئ. ربي يبارك فيك. المهم نسميه الكأس. كأس نتاع المصالحة، تحمل اسم المصالحة. غير نكتبوها الكأس المصالحة. خلاص بارك الله فيك. فهمت، ونديروها ممكن على شهر ولا ما على باليش،
احنا والمدربين وحنا والرابطه تاع ان شاء الله ربي يحفظك اجي. اذا كان سهل وزربونا بالوقت ان شاء الله باذن الله نبداو بها وان شاء الله نكونوا احنا السباقين ان شاء الله. بارك الله فيك. كاس وتولي على المستوى الوطني في البدايه تبداها بالصيف احنا نبداو بها وتكبر ان شاء الله ان شاء الله. فهمت هذه ان شاء الله تكون عندنا وسائل الاعلام ان شاء الله اللي تنشر. ما تخافش كاين اليوتيوب برك ديرها ديرها ونديروها في اليوتيوب والاخوه اللي راهم يتبعوا فينا ينشروا في الفيسبوك وان شاء الله تمشي. اذا كان فيه بعض الصحفيين في القنوات الفضائيه اللي تهمكم الجزائر يا اخي احنا ما راناش نخدموا رواحنا رانا نخدموا الوطن نساعدونا. هذا مكان راه عندكم الوسائل يا سيدي. اذا ما قدرتوش تساعدونا ما تعرقلوش برك ما راناش رانا نخدموا الخير للبلاد. هذه راها دورة قال مثلا هاي دورة في الكاراتي قال من أجل تقديم خدمة للمجتمع لجل باش تساهم في الروح الرياضية تساهم في قال مثلا نديروا واحد قال مثلا أحسن سلوك رياضي أحسن جمهور رياضي والمصالحة بين الفرق بين الأحياء بين كذا لجل باش الناس تتخاوى. مي علاش علاش تروحوا قال مثلا واحد تهدوه قال اتونسيون ترك وتحرك والله كذا دير ونديروا لك ونديروا لك علاه ومن بعد تولي وتقولوا الناس هم داروا هم داروا هم داروا. ساعدوا الخير يا سيدي راكم مسلمين ولا بطلتوا؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والله عكستوها انتما. تفضل الاخ توس. بارك الله فيك الاخ نوردين. انا باش ما نطولش برك يعني الوسائل راهي معروفه. نعم احنا ان شاء الله كما قلت هذوك الكلمه تاع الاسم تاع الدوره هذه نسميوها باسم فلان ولا فلان. نعم هذه ممكن نخليوها نتناقشوا عليها ان شاء الله وممكن نبداو نحطوا اسم فهمت تاعها. المهم ان شاء الله غدوه باذن الله تعالى نكتبوا البيان باش نخرجوا على الدوره هذه تكون في الكاراتي وفي الجيدو وان شاء الله تكون بادره خير للاصلاح ان شاء الله تاع البين والاصلاح الولايه وممكن تعم على الوطن ان شاء الله والله اعلم ان شاء الله. المهم الوسائل الاعلام اللي تكلمت عليها هي يعني عندها عبء كبير وعندها كما نقولوا ثقل كبير وزن في المجتمع والبلاد واللي راهي تخش للبيوت وتخش لكل الاسره. اي وسيله اعلام حاولوا انكم تمحيوا الشيء الماضي تمحيوا الاحقاد هذيك وتمحيوا هذاك الضغينه اللي صارت بين الافراد المجتمع انه تقلبوها للخير. نعم. تقلبوها للوفاء بالعهد والعهد تاع الشهداء والعهد تاع الناس اللي ضحاوا والعهد تاع الشرفاء والطيبين. هذه ارض طيبه ان شاء الله تعالى وسقوها الشهداء بالدماء تاعهم الزكيه ما لازمش تخليوها تضيع هكذاك. حاولوا انكم تساهموا ان شاء الله باش تقلبوا اللحمه تاع الوفاء بالعهد والصلاح للفرد وللأسرة وللمجتمع وجزاكم الله خيرا. بارك الله. كما قلت يعني إنسان يساعد الخير خير من اللي يساعد القبر إن شاء الله. لأنه الإنسان كل واحد راهو ما يعرفش وش من وقت يروح ليه القبر على الأقل يكون غرس شجرة وغرس بذرة مليحة إن شاء الله للأمة هذه. نعم. وبارك الله فيكم وربي يحفظكم جميعا إن شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا الأخ تونسي. الأخ مولود نقطتين الأخيرتين هذو باش نختم البرنامج. تفضل الأخ مولود فيما يتعلق بالوفاء. نعم نعم الأخ نوردين. البداية هو الإنسان. إحنا إذا الناس مثلا رانا نلوموا فيهم لأنهم عملوا وفسدوا إحنا قريت نلوموا نفوسنا لأن ما درنا والو. فأنا نشوف أرانا في خط يعني موازي. فنحن الآن نبذل الجهد ولسنا يعني ما رناش مضطرين باش حنا نحصدوا النتائج. حنا نبذلوا الجهد فقط والنتائج يعني يرتبها الله عز وجل. هذا هو اللي نراه في ديمتنا اليوم أننا نبذل الجهد فقط. أما النتائج فهذيك لله عز وجل هو يعرف ما قاله. هذا هو اللي قادرين نديره دوك أن الناس تبذل الجهد فقط. يعني الناس ما تأخرش سبحان الله يمد شيء ولو كلمة طيبة سيدي أضعف الإيمان. كلمة طيبة جهد صغير ربي يبارك فيه كما جاء في الحديث لا تذكره
ربي يبارك في عمل ولو كان صغيرا، ولكن تكون فيه الإخلاص، لأن في الموضوع رانا في الموضوع الإخلاص، يكون فيه الإنسان مخلص ربي يبارك فيه ويكبره. وكاين أفعال في الحجم يكون كبير بصح تكون النية وما تكونش النية والإخلاص يتقزم. فأطلب الله عز وجل أنني وفيت بالموضوع اليوم، وإن شاء الله قدمنا واش كنا ندري به، وإن شاء الله تكون هذه هي البدرة، هذه هي الانطلاقة إن شاء الله لكي نفعل شيء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا للأخ مولود. تفضل عيسون، بعد نجي لك نوري باش نختموا البرنامج. تفضل الأخ عيسى. ألو ألو أخ عيسى، هل تسمعوني عيسى؟ تفضل الأخ نوري. ربما الأخ عيسى ما راهوش. نعم شكرا. في النهاية يعني لكي يتحقق الوفاء، وفي الحقيقة مانيش عارف لك. نعم الأخ عيسى روح وخليك يكمل. هاي تفضل الأخ نوري، بعد نرجع لك عيسى الميكروفون. تفضل. نعم شكرا. فلكي يكون الإنسان وفيا بطبيعة الحال يعني يتطلب الأمر أن يكون صدره سالما من الأحقاد والحسد والكراهية وما شابه ذلك، لأن العلاقة الأخوية في المجتمع، هذا التماسك الذي يسود في المجتمع من خلال العلاقات، تقوم في الأساس على الحب والتعاون والود والإخلاص وما شابه ذلك. وأما إذا حدث العكس وانتشر الحقد والكراهية وتصبح يعني القلوب قاسية، فحينئذ وشرحت السنة يعني هذه العلاقة الاجتماعية سوف يسودها سوء الظن والاتهامات المشبوهة والأخبار الكاذبة والباطلة وتزييف الحقائق، وينقلب هذا البناء الاجتماعي، هذه العلاقات السائدة في المجتمع تنقلب من حالة إلى حالة أسوأ وأخطر، يسودها هذا الغياب الصراحة وتضليل الحقائق. ولذلك عندما نقول كيف يتحقق الوفاء، يرى بعض المفكرون أن هناك ثلاث ركائز أساسية لازم أن تتضافر لكي يتحقق الوفاء. الأولى هو الحب، باعتباره هو المحرك الأساسي للوفاء، وإذا حدث العكس اللي هو الغدر فسوف يؤدي إلى الدمار. ثانيا الإنسانية، هذا الشيء المهم اللي غائب في كثير من الأحيان، لأن الإنسانية يعتبرها بعض المفكرين أنها هي تضمن استمرارية الوفاء. وإذا رجعنا المجتمع الجزائري نجد أن الإنسان مثلا مريض لسنوات كثيرة وعديدة وحتى واحد ما على باله به. والإيمان اللي هو الشرط الثالث، لأن الإيمان يضبط أبعاد الوفاء ويكمله ويحسن العطاء نتاعه. والآن إذا بدنا نقول علاش مثلا الوفاء بمفهومه الحقيقي الذي تكلمنا عليه في البداية غائب، وكيف يمكن أن نقوم بتحقيقه في المجتمع الحالي الآن، هذا يعود بنا إلى النظر أن الوفاء السائد الحالي، وهذا نوع من الوفاء ربما لم نتطرق إليه في السابق، هو الوفاء المنفعي. يعني الوفاء السائد في المجتمعات الحالية هو وفاء على حسب المنفعة. يعني لو كان نعطي مثال، نجد أن الإنسان مثلا قد يتزوج بفتاة للمال مثلا، فعندما يضيع المال أو يعني يضيع الوفاء يفقد المال، عندما يفقد المال هذا بتاع الإنسان، أو مثلا في الزعامات، أو مثلا في حتى في الأمور تاع الصداقة ما بين الناس. الكثير من الإنسان يقول لك كان عندي أصدقاء وناس ويمشوا معاي وكذا، فلما ذاك الإنسان هذاك يصيبه مرض أو فقر أو مشاكل كله يهربوا عليه،
كما يقال البيت ما أكثر الأصحاب حين تعدهم لكنهم في النائبة قليلة. هذا ما يسمى بالوفاء المنفعي وهو السائد الآن في المجتمعات وخاصة في المجتمع الجزائرية. الإنسان يشوف منفعة ليه ماشية في جماعة أو مؤسسة أو حزب أو سلطة أو مسؤول أو أسرة أو يمشي معها، لما تنتهي المنفعة هذه صحيح ما يوليش يعرفك. هذه ولازم هنا نخطو بالوفاء الحقيقي. وفي النهاية بغيت نجيب القصة اللي هي صرات لأهل مدينة حمص في التاريخ. الكثير ربما لا يعلم كيف أسلموا أهل حمص. قصة في الحقيقة هي مثيرة ومهمة جدا، أن لما فتح المسلمون الكثير من بلاد الشام فأهل حمص لما دعوهم المسلمون ما بغاوش، كانوا نصارى وما بغاوش يسلموا، فأبوا وقبلوا بدفع الجزية، ولكن في المقابل باش يلتزم المسلمين بالحماية نتاعهم والدفاع عنهم. ولكن بمرور الوقت الرومان بدأوا يستعدون لحرب جديد ويعدون لحرب ضد المسلمين، وحين ذاك يعني المسلمون ماذا فعلوا؟ أعدوا كل الجيوش لاستعداد حرب الرومان، وبما ذلك الجيوش التي كانت موجودة في مدينة حمص حاليا. فلما أعدوا الجيوش التي كانت موجودة في مدينة حمص أعدوا لهم الأموال التي دفعوها للمسلمين اللي هي أموال الجزية. فاستغرب أهل حمص، قالوا كيف تردوا لنا هذه الأموال نتاع الجزية؟ قالوا إحنا لازم نوفي بالشرط نتاعنا، إحنا أخذنا عليكم الأموال بشرط أننا نحميكم، والآن ما قادريش نحميكم لأننا غادي نجلب الجيوش نتاعنا لاستعداد الحرب للرومان الذي هم يعدون هذا الحرب. وبالتالي استغرب أهل حمص من هذه الأخلاق التي هي موجودة في الإسلام، وبهذا السبب أسلم كل أهل حمص وبقى جيش الإسلام ليدافع عنه. نختم بهذه القصة هذا الكلام نتاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا الأخ نوري. تفضل الأخ عيسى باش نختم البرنامج. جاي كلمة أخيرة ولا حلول ولا؟ تفضل تفضل في النقطتين الأخيرتين هذو اللي بقاو لنا، قلت قبيل الأخ تونسي ونعود نكرر. ربما راهم كاين فيه بعض الإخوة اللي راهم في كندا وفي أمريكا وكاين فارق نتاع وقت ربما نلتحقوا بينا. الموضوع تاعنا اليوم هو حول الوفاء في الجزائر والتغيير. رانا في نهاية البرنامج، الخلل وين راهو وكيفاش على جل باش حنا نعود نرجعوا هذا الخصلة نتاع الوفاء اللي راها صارت ندرة نادرة في المجتمع الجزائري. هل ترى هو أنه هذا الناس اللي راهم يطمحوا للتغيير واللي منهم من يتصف بصفة الغدر يقدر هو يدير التغيير؟ يعني لازم أوفياء، لازم الناس هذو اللي يكونوا أوفياء. يعني ما تقدرش انت ذوك مثلا واحد يجي يسرق فكرة والله يسرق مشروع ومن بعد يغير به. باش تغير؟ تغير بالسرقة، تغير بالغدر باش تغير؟ لازم الوفاء. بالتالي ذوك احنا هذا الوفاء اللي راهو صار ندرة نادرة في المجتمع كيفاش باش نرجعوه ويصير بالأطنان؟ تفضل الأخ عيسى. الو ظهر وانه الاخ عيسى عندك مشكله في الميكروفون. عيسى هل تسمعوني؟ شغل الميكروفون بالك لا عاود راك طفيته. يا عيسى. المهم الاخ عيسى ما رانيش نسمع فيك، اذا راك تسمع فيا ولا اكتب رساله. ظهر وانه باين باللي عندك خلل في الميكروفون تاعك. المهم في انتظار عودة خونا عيسى ربما نزيد نضيف بعض النقاط المتعلقة بالموضوع تاعنا اللي هو حول الوفاء في الجزائر والتغيير. إذن الإخوة والأخوات اللي التحقتوا بنا، الناس اللي راهم كانوا يتبعوا فينا منذ بداية البرنامج، أعتقد هو أنه راه توضحت لهم الرؤية فيما يتعلق بالموضوع تاع اليوم. الإخوة اللي هذون التحقتوا بنا، كانت هناك مجموعة من الأسئلة طرحناها دائما كما العادة، تعريف نتاع الوفاء وش هو، وش هي الأنواع نتاع الوفاء. تحدثنا عن الفوائد نتاع الوفاء على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع. تحدثنا أيضا في المقابل على الغدر، لأنه الغدر هو الضد نتاع الوفاء.
الغدر في الجزائر، تنكر للتضحيات نتاع الرجال والنساء في الجزائر. علاش يحدث الغدر؟ وكي يحدث الغدر وش راح يوقع في الجزائر؟ الان نحن في النقطه نتاع الخلل. انا راني ذكرت بعض المسائل المتعلقه بالخلل، وقلت من انه الخلل فيما يتعلق بالموضوع نتاعنا نتاع اليوم اللي هو الوفاء، الخلل مباشره بالنسبه لي، بالنسبه للمفهوم نتاعي، بالنسبه للتحليل نتاعي في هذه المساله، هو يتعلق بالعقيده. لانه الانسان الكافر هذا الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر، مع ذلك فيه الوفاء. لماذا؟ لانه عنده قيم تحكمه. بينما الانسان المسلم اذا تخربت العقيده نتاعو راح له كلش. رقم تعرفوا المساله، الاخوه اللي راهم مراجعين بعض الامور هكذا فيما يتعلق بالدين، رقم شفتوا اللقاء هذاك نتاع جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه لما راح للملك نتاع النجاشي، وشفتوا لما تبعوه الكفار تاع قريش، شفتوا لما جاء وكان يتحدث مع النجاشي وقال له هذاك اسمه واحد من كفار تاع قريش، قال له راه يقول في عيسى بن مريم قول كبير، قال له هو حدثني، وبدا هو يعدلو كنا في الجاهلية نديرو كذا وكنا كذا وكنا كذا وكنا كذا وكنا كذا، لما جاء الإسلام صرنا كذا وصرنا كذا وصرنا كذا وصرنا كذا. إذن هذه المسألة راها هنا. الناس قبل الإسلام كانوا شيء واحد آخر، الإسلام هو اللي جاء، هو اللي نظم الأسرة ونظم المجتمع. بالتالي دركا لما تتخرب العقيدة، كي نقول انا تخرب العقيده، ربما كاين بعض الضعاف نتاع النفوس ولا محدودي الفكر، قال انا راني نتحدث على الاسلاميين وعلى هذو العلمانيين، ولا راني نتحدث على الناس اللي راهم في النظام ولا خارج النظام. يوموش هذا هو كلامي، راني نتحدث على العقيده. قادر واحد راهو في النظام والعقيده نتاعو صحيحه، وواحد راهو هو اسلامي والعقيده نتاعو فاسده، راهو من المكفرين، ولا راهو عنده شبهه في العقيده نتاعو، وراهو غير المظهر نتاعو مظهر نتاع واحد مسلم، ولكن راهو يرتكب في موبقات. مساله واضحه، القضيه تتعلق بالعقيده في المساله نتاع الوفاء. الانسان اللي العقيده نتاعو صحيحه، حتى اذا كان راهو عنده هو اجتهاد في النمط نتاع الحكم ولا في 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 الامور هذه نتاع السياسه، ولكن عقيدته صحيحه، راهو مش داير لحيه ولكن عقيدته صحيحه، ماهوش يلبس القميص ولكن عقيدته صحيحه. وتلقى واحد ربما العكس، راهو داير لحيه ودير القميص والعقيده نتاعو فاسده. راني نتحدث على العقيده، مانيش نتحدث على المظاهر، مانيش نتحدث على السياسه، راني نتحدث على العقيده في الموضوع المتعلق نتاع الوفاء. الانسان اللي العقيده نتاعو صحيحه بالنسبه للمسلم تلقاه انسان وفي، ما يغدرش، ما يكذبش، صاحب كلمه، انسان نتاع خير، انسان نتاع كذا. بينما الانسان اللي العقيده نتاعو مذبذبه، عقيده نتاعو مضطربه، تلقاه يرتكب الفواحش ويرتكب المحرمات، وربما تلقاه هو يقتل، وراهو داير روحو باللي راهو على من العشر المبشرين بالجنة. الآن ذرك هذا الناس اللي الآن راهم ذرك هما من الأحزاب السياسية، والله من هذا الناس اللي راهم ذرك هما يطمحوا على جلب باش يديروا التغيير، ما تقدرش تكون انت لا تقيم وزن للوفاء ودير التغيير. يعني انت ما عندكش كلمة، ما عندكش موعد، ما عندكش هذا الخصلة انت على الوفاء وتحوز انت تدير التغيير. يعني تغدر الناس، لما تموعد دير موعد تكذب، لما تتلاقى مع الناس تغدرهم، فيما بعد انت ما لا ينتظر منك اي تغيير. تغيير الناس اللي يديروا هم الاوفياء، هم الصادقين، هم المخلصين، هذا هم اللي يديروا التغيير، حتى اذا كانوا قله يجيب لهم ربي افكار، يسوق لهم ربي ناس، وفيما بعد تلتف الناس حولهم. بينما إذا كانوا ناس غدارين
وناس لا يقيمون اعتبار للوفاء ولا للتضحيات نتاع الناس، حتى اذا راهم كانوا ملايين مملينه وملايير ممليره، فيما بعد راهم رايحين يتناقصوا حبه 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 حبه، من بعد يروحوا. القضيه مش قضيه نتاع كثره والقضيه نتاع قله، بالعكس قادر ربما واحد يبدا وحده وفيما بعد يصيروا معاه الملايين، ويقدر واحد يكون معاه الملايين ويلقى روحه وحده. فالعبرة بالنتائج. كيفاش علاجل باش حنا نرجعوا هذه الخصلة نتاع الوفاء؟ باش نرجعوا الخصلة نتاع الوفاء نرجعوها بالأفعال مش بالأقوال. الأقوال ممكن هو أنها تفيد، ولكن الأقوال إذا لم تكن مصحوبة بالأفعال كي شغل واحد راهو يضرب الريح في الشبك. الخصلة نتاع الوفاء لازم الناس تتعاون، الأئمة يقوموا بالدور نتاعهم، الأساتذة يقوموا بالدور نتاعهم، الناس اللي راهم في الإعلام يقوموا بالدور نتاعهم، الناس اللي راهم في البرلمان، الناس اللي راهم في المسؤوليات المختلفة يقوموا بالدور نتاعهم. يا خويا قم بدورك، انت راك أعطيت وعد للناس، واحد أعطيت له وعد مثلا بالسكن وراه هو يستاهل السكن وفي بالوعد نتاعك، واحد وعدته على جل باش تعطي له منصب نتاع شغل أعطي له. أفعال، محتاجين إلى أفعال، ولازم يكون بر بالوفاء هذيك. لازم هذه العقود هذيك اللي راها موجودة بين مثلا مواطن وشركة، مواطن ومؤسسة، المواطن بينه وبين بين خوه المواطن، المواطن والحيوان فيه وفاء. هذاك العقد اللي راه بيناتنا نحترموه، حتى باش إن شاء الله فيما بعد لما يكون هناك وفاء راها راح تجي ما كنا نقوله قبيل، وتجي راحة البال وتجي الضمان هذاك، ونصيروا نثقوا في بعضنا البعض. لما تكون هناك ثقة فيما بعد راها المنفعة تكون على الأسرة، على الفرد، على المجتمع بصفة عامة. إذا كان خربنا في هذه المسألة فيما بعد الكارثة راها تحل في الأسرة وتحل في المجتمع. الشيء اللي الآن راه حادث، نهار اللي الناس مست في هذه الأمور هذه الخصال الحميدة راه وقعت الكارثة. دونك إذا كان حبينا على جال باش نرجعوا هذه الخصال الحميدة لازم فيه يكون فيه تعاون. هذه مش مسألة منوطة بشخص ولا بمجموعة من الناس، وإنما لازم المجتمع كامل يشارك فيها. يا سيدي هذ الناس اللي راهم درك هما معروفين بالغدر ومعروفين بالخيانة، يا سيدي راه الأبواب مفتوحة، ربي راه غفور رحيم، والباب نتاع التوبة راه مفتوح اليوم وغدوة، راه الباب نتاع التوبة مفتوح، توبوا لربي. وإن شاء الله على جل باش نعاودوا نرجعوا هذا الخصال لازم يكون فيه تعاون. راني ننتظر فيك الأخ عيسى من حين إلى آخر، المهم ربما راه عاود دار ديماراج هذاك نتاع الميكرو نتاعو على جل باش، لأنه عنده خلل في الميكروفون نتاعو. باش إن شاء الله نديروا كلمة أخيرة على جل باش نختموا هذا البرنامج. تفضل الأخ تونسي. الو الو اخ تونسي هل تسمعوني؟ نعم الاخ مرضي بارك الله فيك، وربي يبارك في الجماعه اللي كانوا معنا ان شاء الله، والناس المستمعين ان شاء الله الرساله هذه توصل للقلوب، يعني ذات الضمائر الحيه، والناس اللي عندها عقول، والناس اللي راهي يتحلوا بهذه الخصله هذه وهي خصله الوفاء، ان شاء الله انهم يبادروا، وكما قلت حتى قولا وعملا، قولا وفعلا، يعني الخصلة هذه إن شاء الله تتوفر فيهم وتمشي في الأرض الميدان، يعني كل في مؤسسته، كل واحد اللي راهو يدير فيه في الطب اللي راهو يدير فيه، كل واحد يحاول يطبق هذه الخصلة هذه تاع الوفاء، أنه ما يغدرش، أنه ما يخونش، أنه يوفي بالعهد تاعو ويوفي بالوعد والوعد تاعو إن شاء الله، وأنه يحيي هذه الأمة، يعني اللي راهي ممكن في سبات ولا راهي في مرض عميق، يحاول يحييها بالوفاء نتاعو ان شاء الله لها، ويقدم لها الخير مستطاع. وكما قال بيت اخويا مولود، يعني هما خدموا، الشهداء ضحى والمجاهدين خدموا، ما علينا احنا اللي رانا دوك ما نقولوش لازم يخدموا، احنا اللي نخدموا،
حنا نبداو نبادرو وأن نصلح البلاد هذه إن شاء الله ونحاول ننقضوها إن شاء الله تعالى بالصفة هذه اللي توفر في المجتمع ونحيوها إن شاء الله ونباركو ونحاول نوردين ثاني نذكر أن الإنسان اللي فيه الخصلة هذه نذكروه بها يعني اللي باش نحيو له الضمير تاعه ونحيو له القلب تاعه أنه إنسان فيه خير وأنه إنسان تتوفر في هذا الصفة هذه والخصلة هذه حتى نقلبوا له الأمل نقلبوا له كما نقولوا الحرية في العمل وأنه يتكلم كلمة الحق إن شاء الله وينور بها الأمة إن شاء الله تعالى وكما نقولوا قطرة قطرة يحمل الواد والواد إن شاء الله يعم على الخير بالثمار تاعو للأمة كل وإن شاء الله الغيث ونطلب من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يغيثنا لأن السماء أمسكت المطر وإحنا في حاجة إلى الغيث إن شاء الله نطلب ربي حتى ودرنا صلاة الاستسقاء ممكن يعني نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونعود وندعي ربي سبحانه وتعالى لعله يغيثنا بهذه في هذه الأيام إن شاء الله المباركة وربي يحفظك خير النور دين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا الأخ تونسي. عيسى المهم الظاهر هو أنه مازال عنده مشكل خونا عيسى راهو كاين مشكل في الخط نتاعو. تفضل الأخ مولود دير مداخلة آخر. تأخر دين صراحة أنا كنت ضمن المداخلة الأخيرة. معليش فراو يعني أنا نضم صوتي لصوت الأخ تونسي خويا تونسي وقال مداخلة أخيرة وأنا متوافق معه. نعم شكرا الأخ مولود. تفضل الأخ نوري دير مداخلة أخيرة باش نختموا البرنامج. نعم شكرا. يعني ما الكلام يعني كنا تكلمنا بصفة عامة في أغلب الأمور يعني بصفة بسيطة ومختصرة وإن كنا يعني ربما بدون شك يعني أهملنا الكثير من النقاط. نعم. ولكن لسنا علماء ولسنا ولا نفتخر بأننا فلاسفة ولا أي شيء يعني اجتهادات شخصية. نعم. مواطنين عاديين قدمنا حسب الأفكار اللي عندنا الموجودة وحسب يعني الظروف وحسب يعني كل شيء راكو تشوفوه. وفيما يخص الموضوع نتاع اليوم اللي هو الوفاء ما عنديش يعني كلام نقدر نضيفه إلا وأنه نضيف أن هناك معاني كثيرة للوفاء والوفاء يعني كما ذكرناه بالتعريف السابقة وكما تطرق له يعني الإخوة بصفة عامة هو البذل وهو العطاء وهو التضحية وهو الصبر. كل شيء يعني يدخل في الوفاء اللي هو الوفاء الحقيقي الوفاء من أجل المبادئ والأفكار والقيم والأخلاق ومكارم الأخلاق ليس الوفاء المنفعي الذي يقوم على المصالح والزعامات والمسؤوليات وحب المال وحب من شعر في السهرات وحب وكذا وكذا وكل الأمور التي تعلموها. إذن لازم علينا إذا بغينا نبنيو مجتمع يعني يرتقي إلى الحضارة الإنسانية اللي هي بالمفهوم نتاع الحقيقي اللي يناشد بها يعني الإسلام والذي أتى به الإسلام لابد من الرجوع إلى المفهوم الحقيقي للوفاء. ونقاش نتلعب طول اللعبو بهذا الخردوات نتاع الوفاء هذا الخردوات اللي يجيبوها يخلقوها من حين إلى آخر من أجل يعني القفز على المناصب أو القفز على يعني المصالح ونهمل يعني المصلحة العامة المهمة ويصبح المجتمع يعيش في مرض نفسي وهذا الذي هو موجود. المجتمع الآن نفسيا راه يعاني. شوف الناس عندهم مليارات عندهم يعني كل شيء الأمور المادية متوفرة لهم آخر طراز من الأنواع المادية اللي تصدرها التكنولوجيا العالمية تلقاها عندهم في المجتمع الجزائري. ومع ذلك لما تسأل يقول لك والله نعلبوا هالدنيا ومن شعارف وهدي ومننا وهدي لماذا؟ لأن هذه الأمور المعنوية النفسية غابت من الروح النفسية نتاع المجتمع. وهذا شكون يجيبها؟ يجيبها العقيدة الصحيحة التي يتعمل عليها. وبالتالي الخطاب الديني هنا عنده دور والأحزاب عندها دور والمسؤوليات العليا عندها دور والمواطن عنده دور كله يلعب دور كله حتى ذاك الغدار هذا اللي يستعمل الغد وعنده دور لازم يستفق شويه وما يبقاش ماشي في الغد. هذا ما لدي انا. نعم شكرا الاخ نوري. إذن الاخوه والاخوات كان الموضوع تاعنا اليوم هو حول الوفاء في الجزائر والتغيير. تفضلوا الاخوه مشكورين شاركوا معنا في هذا البرنامج.
الأخ تونسي من سطيف، والأخ نوري من إسبانيا، الأخ مولود من بريطانيا، الأخ أمين من الجزائر، والأخ سمير من أمريكا. إذن كان هذا هو الموضوع تاعنا اليوم. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، لأنه يوم الغد ما نقدرش مع الأسف شديد ندير برنامج، عندي امتحانات. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. ربما الموضوع اللي نشوف فيه أنا الأسبوع القادم يكون حول الأوليغارشيا، أوليغارشيا في الجزائر والتغيير. نحاولوا الإخوة ديروا بحث في هذا الموضوع، وإن شاء الله نزيدوا نفيدوا خاوتنا اللي راهم يتبعوا فينا الإذاعة نتاع وطني، وعلى الموقع نتاع اليوتيوب وعلى الموقع نتاع الفيسبوك. موضوع هذا راهو طرح روحه على الساحة، نحاولوا هو أنه نفصلوا في هذا الموضوع، ونحاولوا نلقوا الخلل وين راهو، ونحاولوا نفيدوا بعضنا البعض من خلال المداخلات المثمرة، ونحاولوا نثريوا النقاش بأفكار جديدة. نعود نذكر في نهاية هذا البرنامج الإخوة والأخوات اللي راهم يتبعوا فينا، هو أنه في إطار المشروع نتاع المصالحة نسعى إن شاء الله على جل باش نديروا دورة في الرياضة، ربما في مجالات مختلفة. احنا في البداية هو أنه نبدأها بكرة القدم، سيما هو أنه الكثير من الشباب مولوعين بهذا الكرة نتاع القدم، ونحاولوا هو أنه نعطيه تسمية لدورة من الدورات نتاع كرة القدم. قال مثلا دورة نتاع قريش، لما لا نديرو دورة نتاع قريش في الصيف، نعيطو لونطونت نتاع بكري ويديرو مثلا مقابلة نتاع جينيراسيون القديمة مع جينيراسيون جديدة، والكأس هذه كأس نتاع المصالحة، على جل باش نطيبو الخواطر هذه ونكسرو هذه الحواجز النفسية. نسعاو في الخارج، في أوروبا، في بريطانيا، في سويسرا، في فرنسا، بطبيعة الحال إذا كان لقينا ناس تبنوا هذه الفكرة، ونديرو دورات نتاع في كرة القدم، لقاءات في السياحة، بوركوا با نديرو قال مثلا كروازيير، قال سفرية وين أنه يلتقاو جزائريين، قال من فرنسا، من بريطانيا، من كندا، ونشوفوا مع أجنس دو فواياج، وننظموا رحلة وين أنه نلتقي، ورانا نديرو في السياسة في الباخرة، بوركوا با هذه الأحزاب السياسية عوضوا أنه يخرجوا في سفارية ويخرجوا في كذا، ويبركوا من هذاك التطبال هذاك في الفنادق وفي اللقاءات المغلقة هذيك. ديروا سياسة أطرمو، ديروها بأفكار جديدة. حاولوا إن شاء الله من خلال الاتصالات هذه مع الشرفاء والشريفات هو أننا نديروا دفع لهذا المشروع هذا نتاع المصالحة، سواء داخل الجزائر ولا الخارج تاعها. لما لا هذ الناس اللي راهم موجودين في الخارج، الاف الجمعيات، ولكن ما قدروش يعبئوا الشعب. احنا للاسف شديد امكانيات ما عندناش، لكن نسعى مع الخيرين ان شاء الله على جل باش نفرضوا واقع، ونحاولوا ان نساهموا على جل باش نجمعوا اكبر عدد ممكن من الجزائريين والجزائريات في الخارج. لما لا تكون قضية نتاع ختان، نتاع اعراس، لما لا. المهم نحاولوا في إطار هذا نتاع المشروع نتاع المصالحة نعاودوا نرجعوا اللحمة نتاع الجزائريين في الداخل وفي الخارج. نطلبوا من كل إخوة الفنانين، المنشدين، المغنيين، اللي مهتمين بالرسم، بالأدب، بكل شيء، نحاولوا نجتمعوا على جل باش نديروا دورات، لقاءات مختلفة، كلها تهدف من أجل إعادة اللحمة للجزائريين والجزائريات. ما لاش نسعوا للحكم، الحكم راهو ليكم، رانا نسعاو على جل باش نرجعوا اللحمة للجزائر والجزائريين. ساهموا معنا في هذا المشروع. نزيد نعاود نكرر، ربما كاين فيه بعض الإخوة اللي راهم يتبعوا فيا من بريطانيا، أنوي زيارة نتاع بريطانيا ربما في الأشهر القليلة القادمة. إذا كان إخوة يهمكم الأمر وتحبوا باش نلتقي مع بعض، بإمكانكم هو أن تتصلوا بي سواء عن طريق سكايب أو عن طريق الفيسبوك أو عن طريق اليوتيوب من خلال الرسائل الخاصة، ونلتقي إن شاء الله، ونحاول إن شاء الله نقدم خدمة للمجتمع تاعنا. إذن كانت هذه هي المداخلة تاعي، كان هذا هو البرنامج تاعنا حول الوفاء. نتمنى هو أنه إن شاء الله نكون أوفياء
أوفياء للوعود نتاعنا، أوفياء للقسم نتاعنا، أوفياء للتضحيات نتاع الرجال والنساء اللي قدموها على مر العصور، نكونوا إن شاء الله أوفياء للشهداء نتاعنا، أوفياء للرسالة هذه نتاع المصالحة. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم، إلى ذلك من حين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم. الجزائر حررها الجميع، وأخطأ في حقها الجميع، ويبنيها الجميع. حد مين؟ نعم من أجل مساعدة وطنية. حد مين؟ شيء أدو وطني.